يا صباح الفل، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، واهلا بيكم في حلقه جديده من 7-9. خليني بس ارحب النهارده بزمايلي اللي موجودين معايا في الحلقه، حلقه يوم الاثنين، حلقه مميزه. ارحب بزميلتي نشوى العجوز. صباح الفل يا نشوى. تسعة اف ام، الصوت كان ضايع شويه، مش مشكله. طيب نعيدها تاني. نعيدها تاني. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا وبيسمعونا دلوقتي من 7-9 اف ام على الصحه والجمال. وصباح الخير عليك يا دكتور احمد، وخلي محمد بقى هو اللي يرحب بيك. ومعايا زميلي برضو النهارده دكتور احمد هاني، خبير العلاقات الاسريه والانسانيه، هيكون معانا في سلسله حلقات برضو بنتكلم عن حاجات كتيره تخص الاسره وتخص البيت وتخص المجتمع. صباح الفل عليك يا دكتور احمد. صباح الفل عليكم وعلى الناس الجميله اللي صاحيه بدري النشيطه دي. على فكره انا عودت الناس تصحى بدري، وهتشوف دلوقتي ناس ما شاء الله يعني كل على يوم. على فكره دي ميزه، انا ما كنتش بصحى بدري، كنت بطبق لحد 10 الصبح، فمحمد خلاني انام. انت يوم. طيب على فكره انا بقيت اصحى، على فكره انا بقيت اصحى فعلا كل يوم الساعه 7 علشان اشوف البرنامج. طيب حتى بعيد عن اليوم بتاعي. اكتر حاجه الناس بتصحى طبعا غير الموضوع مهم، بس الناس بتحب تصحى بدري كده بتاخد البرنامج من اوله. في كام تيمه في البرنامج كده بنعمله، نصبح عليهم يا شباب. ورجعنا لكم تاني، وصباح الفل عليكم، ويجعل صباحكم ونهاركم نهار سعيد. نهار سعيد لازم نصبح على كل مستمعينا وكل مشاهدينا. موضوع النهارده موضوع جميل قوي، موضوع انتشر بفتره كبيره الفتره الاخيره او في السنين الاخيره، وهو عقده الخواجه. احنا ليه عندنا كمجتمع عربي او بالاخص كمجتمع مصري في بعض الاشياء عندنا عقده الخواجه؟ نحب نقلد الخواجات طبعا عقدة الخواجه دي بنقلد الاجانب في حاجات كتيره، في منها الايجابيه وفي منها السلبيه. فخلينا ناخدها حاجه كده، وهنبدا باللغه اللي انتشر في الفتره الاخيره كده. ان تقابل حد تتكلم معاه يكلمك من فوق شويه، ونص كلامه عربي ونص كلامه انجليش. يعني كنا مثلا زمان في اللغه بتاعت ايه، الخواجه، حبيبي، دي لغه الخواجه مثلا. احنا كمصريين او كعرب بنتكلم عربي، وكل بلد بتتكلم باللكنه الخاصه بيها او بالطريقه الخاصه بيها. لكن تتكلم حد يقول لك اوكي موافق، تكلم حد يقول لك نايس 100 100، تكلم حد تاني نص كلامه عربي ونص كلامه انجليش. ف نشأت لغه جديده اسمها الفرانكو. ايه السر في الموضوع ده دكتور احمد؟ خليني اجيبها لك بس من الاول كده، اجيبها من الاول معاك، احنا قاعدين. بدايه الفكره نفسها ان احنا اصلا يعني زي ما محمد ما بيقول، ان هو بيقول لك اوكي تمام، طب ما هي اوكي هي تمام، نايس نايس حلو جدا، طب ما هي نايس هي حلو جدا، الاثنين واحد. ايش طب بيس بيس يا مان. دلوقتي ما بقاش يقول تمام ولا نايس، هي لايك. بالظبط، بنختصر الكلام. خلي بالك اللايك دي احيانا بتخنق اللي بيشيت معاك، واحيانا خلاص هو فهم الرساله وخلص الموضوع. انا عندي الدقه يعني، لو اجي ارد على حد هي دي تمام يعني خلصانه كده. بس على حسب الموقف نفسه يا دكتور، يعني على حسب انا بكلم حد في موضوع معين وبكلمه فورمال قوي وخلاص احنا نهينا الكلام، فمش لازم خلاص تمام اوكي موافق حاضر، يعني دي كتير قوي. سلام. ايوه فتره طويله. بس خلينا نخش في الموضوع من بدايته. طيب عشان في تيمة تانية للبرنامج هنشغلها كمان شوية. حاضر، هقول بسرعة الحق. لا لا عادي عادي. فكرة ان احنا اصلا كشعب المصري معروف بجبروته، يعني انت لما حصل الاحتلال الانجليزي على مصر احنا خرجناهم، هم اللي بيتكلموا مصري يعني. بالظبط، سيطرنا عليهم. بالرغم ان في دول اخرى شقيقة اللغة تونس والمغرب والجزائر اللغة فرنساوي. يعني احنا ما شاء الله قعد 70 سنة، احنا محدش سيطر علينا يا دكتور. خرج هو اللي بيتكلم، احنا ما استفدناش منه بحاجة يعني. ما استغلناش وجوده، لا ده بالعكس، ده هو اللي خرج مستفيد مننا، بقى يتكلم زينا وقاعد في وسطنا، وبقى في كاركتر الخواجة معروف. بالظبط، كاركتر الخواجة اللي بيتكلم عربي مكسر. يعني حتى مثلا ايه، كانت المشاهد بتاعت الافلام زمان ما يجيبلكش حد اجنبي، يعني ممكن دلوقتي يجيبلك حد اجنبي ويحط الترجمه. لا بالزبط. في الافلام القديمه كان يجيبلك الخواجه اللي بيتكلم عربي مكسر، او يجيبوا المصري يمثل دور خواجه. بالظبط، يعني او يجيبوا المصري. صح، هي الفكره. احنا بنقول في عندنا علم اسمه البرمجه اللغويه العصبيه او ال NLP. نروح على شويه. حاضر. برمجه اللغويه العصبيه. ماشي. اللي هو بيتقال عليه غسيل الدماغ. زي التنميه البشريه دلوقتي، ولا هو جزء هو من جزء من التنميه البشريه، يعتبر العصب بتاعها يعني، ده او بيلقب بعلم النفس الحديث او السيطره على الفكر، يعني ليه مسميات كتير.
الاساس لما اتحط هم لقوا ان الحروب اللي هي اليدويه مع العرب مش نافعه، يعني ان هو لو وقف جندي غربي مع واحد عربي مش هينفع. فنضرب الفكر ده اسهل. نضرب الفكر. فيضرب الفكر ازاي؟ الحرب البارده اللي احنا نسمع عنها، ان انا اغير عنده في ثقافات في معتقدات، ابتدي عادات ابوظ له حاجات وتقاليد. اساسيه. دلوقتي انا والله بشوف دكاتره جامعه ما بيعرفوش يكتبوا لغه عربيه صحيحه. كتير يعني حضرتك ممكن تكون بتقابله كده. انا صادفتهم على فكره ايام الجامعه. لا ده دلوقتي بقت اصعب، يعني الناس كل اللي طالع ده، كل الجيل اللذيذ اللي جاي في السكه ده ما يعرفش حاجه عن اللغه العربيه. الفرانكو عربيك، الفرانكو عربي اه، بس، اللي هي السبعه بقت حاه، واللي مش عارف الاثنين بقت والخمسه بقت ايه، خاه، والاثنين ودي بقت كارثه يا اه. دكتور. كمان بالنسبه للجيل اللي طالع والاطفال اللي طالعه دلوقتي، اللي هم يقولوا اكتب عربي ما يعرفش. انا هخطف مشوى في السؤال كده، لو حد كلمك فرانكو بترد عليه فرانكو؟ لو كلمني فرانكو بكلمه فرانكو، لكن لو اتخنقت من كتر الفرانكو، انا بحب اللغه العربيه. عربي. اللغه العربيه الفصحى انا بحبها، انا برد لكن صعيدي. انا بس بتخنق. طب انا انت ليه؟ احيانا، انا احيانا برد فرانكو على فكره، بتبقى اسهل شويه في الكتاب. لا انا لا ما اعرفش. خالص، لا يعني بالعكس بالعكس، انا احيانا، بتفاجئ ان اللي بيكتب فرانكو ما يعرفش يكتب عربي. لا انا بكتب عربي كل حاجه، بس احيانا لو حد لا، كلمني فرانكو او حاجه في ناس كده، آه يعني على اقول له طول طب ما اه. تكلمني عربي، يقول لي ده الفرانكو اسهل. طب جرب تكتب عربي، يكتب عربي الاقي كاتب مثلا كلمه ازيك بالزال مش بالزين، السين عنده فيه، لا لا الحروف لا بايظه. ازيك هي اسمها هي لا هاي هي دي هاي دي لو كده في خلاص لغة هايتي. جديدة بقى الحديثة خالص دلوقتي، ده احنا مش بقينا يعني عقدة خواجة، ده بقينا لغة ريتمات. اللي هي خوصتيكا، ايه اللي هي ايه؟ سمعت الخوصتيكا؟ ايه سمعت عنها حاجة؟ الخوصتيكا؟ لا هي اتنين حرفين انجليش مع حرف عربي وحرفين انجليش. ده بقى ده ده حوار تاني خالص، ثقافة جديدة. اللي هو طب بدل خدها واحدة واحدة بس عشان المشاهدين والمستمعين مشاهدينا ومستمعينا معانا. طبعا موضوع الحلقة عقدة الخواجة بشكل عام، هناخدها جزء جزء. بدأنا باللغة وهنخلص اللغة، ازاي عقدة الخواجة عندنا في اللغة. مستنيين مشاركتكم ومتابعتكم معانا على 0133855596. ومين شايف عقدة الخواجة احنا بنقلدها بالشيء الإيجابي، ومين شايف عقدة الخواجة بنقلدها بالشيء الغير إيجابي أو الشيء السلبي؟ خلينا بس ناخد أيقونة الحلقة، فيروز. فيروز سمعونا يا الله. شباب. وارجع لكم تاني مشاهدينا ومستمعينا من 7 لـ 9، ومكملين معاكم عقدة الخواجة. وطبعا فيروز دي بتغير المود وبتغير الجو، وبتغير حاجة كده أفيونة كده على الصبح كده. لا هي في أي وقت يعني، عرفت أحس إن فيروز تيجي تقلب القصة، هي تقلب بتغير الدنيا، المود المود كامل وتخلي الواحد ريفرش طبعا. كده. بس قبل ما نرجع لموضوعنا تاني يا محمد، عايزة أقول لكل الناس اللي هي ما نزلتش يوم السبت والحد علشان تشارك في الاستفتاء على تعديل الدستور، النهارده اخر يوم ونتيجه الحسم. مش هقول يا شباب ويا شعب مصر والكلام ده كله، بس على الاقل هتشاركوا في خطه لمستقبل مصر، لتطوير مصر، لحاجات كتير قوي هتتعدل في البلد. فالنهارده اخر يوم والنهارده النتيجه، فيا ريت اللي ما شاركش اول امبارح وامبارح ينزل ويشارك النهارده. اكيد ينزل ويشارك النهارده، برضه طيب. حق وطني. نكمل الموضوع، عقدة الخواجه. طب ما احنا ممكن ناخدها من الجنب ده برضه، اني جانب عقدة الخواجه، بس ما نخلص اللغه. انت اوكي المشاركه. طيب ما المشاركه دي مش عقدة خواجه يا محمد، هي المشاركه دي ما احنا ما علشان بنقلدش الاجانب بره اهو. لا ما هو الاجانب بره كله بيروح يدلب صوته. ده قانون ودستور. ايوه لا ما ده تدخلنيش في عرف قانون. سياسي معروف. بص انا شو ما تدخلنيش في قانون ودستور، انا بتكلم النهارده عن عقده الخواجه. عقده الخواجه بره بشوف الناس مش محتاجه ان حد يقول لهم انزل شارك، بيروح يشارك بنفسه. ليه هنا احنا نفضل نقول لهم انزل شارك؟ ليه؟ هو ما عندوش الحس ده. عقده خواجه برضه يعني اشمعنى دي ما خدناش من عقده الخواجه؟ علشان ممكن نقول مستحدث شويه الامر. مستحدث شويه الامر؟ لا ممكن مستحدث، ممكن هو مش حاسس بقيمه صوته، ممكن يكون هو مش، او ممكن نقول عليها كسل. كسل. طب نرجع للغه. نرجع للغه. نرجع للغه. هي كسل مش اكتر، فخليها كسل. لا 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 والله انزلوا شاركوا يا جماعه، مش بص محتاجين حد يقول لكم انزلوا اكيد ننزل وشاركوا. نشارك، بس اكيد احنا برضو هربط الموضوع بعقده الخواجه عشان المشاهدين. انا ما شفتش دوله بره، انا كمواطن مستني وقت الانتخابات، انا بنزل عشان عارف دي انا بعمل ايه. ثقافه ثابته. اشمعنى دي بقى؟ اشمعنى دي يعني من ضمن الحاجات السلبيه اللي عندنا؟ اقول يعني لك هناخد حاجات ايجابيه كتير وبنيجي في دي، او حاجات مهمه او لصالح البلد او لصالح الشخصي
ما مش مكتسبها من اللي بره ليه؟ هقول لك ليه. احنا مش عايزين ندخل بس في نطاق سياسي شويه، لا انا بس بكلمش هختصرها السياسة لك خالص. في حاجه بسيطه قوي. احنا عندنا الثقافه او ثقافه الشعب المصري ما عندوش حته ان هو يعمل حاجه من نفسه، لازم حد يقول له اعمل كذا. حتى في البيت عندك ولادك مثلا، انت شايف ابنك مثلا خلص الكوبايه اللبن بتاعته، ما عندوش ثقافه ان هو يشيل الكوبايه وديها المطبخ عشان تتغسل، لا لازم تقول له شيل الكوبايه وديها المطبخ عشان تتغسل. مراتك مثلا ما عندهاش مثلا، ممكن انت مثلا عايز متعود ان انت تشرب كوبايه شاي بعد الاكل، هي ما عندهاش الثقافه اللي هو خلاص محمد بيشرب كوبايه شاي بعد الاكل فانا هجهز له كوبايه الشاي بعد ما يخلص الاكل يشربها، لا لازم انت تقول لها ما تعملي لي كوبايه شاي. ما عندناش الثقافه اللي هو من نفسنا نعمل ده. بنفس الموضوع ما عندناش ثقافة ان عارفين قيمة الصوت ده هيوديني فين او بالظبط، هيجيبني ما دي لمين. ثقافه ده اللي ده يبقى هنرجع نفس الموضوع، بنقلد اللي بره في حاجات كتيرة جدا. اصل بيقول لك بره ديمقراطيين، بره كويسين، على بره فكره في برافو، مش بره كل الشعب المصري برضه خليني كده. اقول بره بره بره. طب ما انت لو عملت اللي مطلوب منك هنا في بلدك هتبقى احسن من بره. ترجع برضه قلده للثقافة. قلده بس في الشيء الإيجابي. نرجع للغة، ده قبل اللغة طبعا ماشي اديني حتة تانية. حتة ان هو اصلا مش عارف ايه اللي المفروض يعمله علشان يلاقي ناتج. يعني هي دي في الاساس احنا ما عندناش ثقافة الادارة التعليمية، بمعنى ان انا اعلم الشخص انت ايه دورك، ليك ايه، عليك ايه، المفروض تعمل ايه، اختياراتك ايه، انت حر في ايه ومش حر في ايه، زي مخير ومسير. يعني الفكرة كلها هو بالظبط مش عارف هو بالنسبة له ايه الوضع، فكله ماشي سواسية. يعني اروح ما اروحش هو ما اعرفش ايه الفارق، فلما بنبتدي نتحط تحت ضغط بنشتغل. يعني تعال تمام. بص لسنة 2011 مثلا، لما اول انتخابات حصلت ايا كان بقى كانت بتاعت ايه، انا ما اقصدش نقصد نزول الشعب كان بحماس وبطاقة. ليه؟ عشان حاجة جديدة هو مش فاهم ايه دي، فاللي هو كله اندفع. تغيير ثقافي بالنسبة له، انا ايه ده، انا هنزل، انا هشارك، انا انا ليه هعمل ده. ليه لازمة بعمل حاجة. بعد كده واحدة واحدة الفكرة بدأت ان هو انا مش عارف بعمل كده ليه، او بعمل كده علشان خاطر ايه، تقليد. بس بقلد مين؟ واحد زيي، فالفكرة بالنسبة له مرفوضة. طب خلينا نرجعها تاني يا دكتور لنقطة برضو اللي هي عقدة الخواجة اللي احنا بنتكلم فيها، ان الثقافات دلوقتي او تغيير الثقافات او انا ليه بعمل ده او المفروض واجب عليا ان انا اعمل ايه. بنشوف دلوقتي فئات من المجتمع مودين ولادهم برضو مدارس انترناشونال، فالمدارس الانترناشونال لا هي فيها ثقافة وفيها فكر، بتعلم الولد ايه اللي عليك قبل، يعني ايه اللي ليك اللي قبل اللي يكون عليك، او ايه اللي عليك قبل ما يكون عليك. فدي ثقافة، تغيير ثقافة، ده تقريبا احنا ما شفناهوش في المدارس بتاعتنا او في الجامعات. ما هنرجع، خلي بالك ده هترجع تاني للغة. ما ده اللي انا يعني ده اللي انا بقوله عشان فخلي نوصل لكلمة ناخد اللغة. اللغة. اللغة ماشي. يعني اول حاجة في عقدة الخواجة زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، اللغة. ليه بدأنا نقلد؟ علشان قدروا يصدروا لنا فكرة، لما قلت لحضرتك التعامل البدني بين الحروب وبعضها، لقوا ان هم كغرب مش هيقدروا على العرب. يعني فلنفترض ثقافة ان انا هتشاهد وهداخل حرب وخلاص وخلصت، هو عنده المعتقد ده كشخص غربي ان العربي كده، ان هو خلاص هموت هتشاهد مش فارقة. طيب ناخد المكالمة دي. طيب سلمى صباح الفل. سلمى السلام عليكم. ازيك يا سلمى؟ صباح الخير يا سلمى. كويس الحمد لله. معاكي هي تقريبا سلمى بتسمعنا انا من كنت التلفزيون. اول، انا بشكرك خالص على البرنامج ده. تسلمي، ميرسي. وانا بحبك خالص دايما متابعينكو. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا سلمى، بس ممكن تقفلي التلفزيون تسمعينا بس من التليفون؟ لا انا خلاص انا بس ماشي ماشي. داخله تصبح، داخله تصبح علينا. صباح طب صباح الفل الفل عليك. عليك يا سلمى. صباح الفل عليك يا سلمى. صباح الفل عليك يا سلمى. معايا سلمى ولا خلاص قفلتي؟ صباح الفل عليك يا صباح سلمى. الفل يا سلمى. نكمل. زراعة الفكرة. زراعة الفكر. بدأوا يصدروا الكلام، اللغة لينا علشان نتكلم بيها ومش بشكل أي واضح. لغة، اللي هي تدمر اللغة الأساسية. يعني الفرانكو ده دمر اللغة العربية زي ما كنا بنتكلم من شوية، ان صح هو خلاص ما بقاش عارف يتكلم عربي هو مش عارف يتكلم عربي ولا ولا انجليش. هو راح يعني كده. هو مثلا لو ارجع مثلا هو بقى بالسنين اللي بين ورا، البنين لا لا لو ارجع للسنين من بره كان يقول لك ده معاه لغة انجليزية، معاه لغة فرنسية، بيتكلم 4 لغات او بيتكلم 5، وكان في مترجمين والموضوع ده منتشر. لما اجي ابص اللي دلوقتي بقت في لغة سهلة اللي هي لغة انا شايفها من وجهة نظري سهلة. هي دمرت اللغة، بس انا شايفها من لغة سهلة.
ما هي سهله بس ما لهاش اي قيمه. بس وليده السوشيال ميديا على فكره. سهله في ايه؟ لما انا بدخل حروف وارقام ولغيت هقول لك اللغه انا العربيه سهله في ايه عندي. من وجهه نظر اللي بيكتبوا فرانكو انا يعني انا احيانا مثلا لما بيجي لي انا بعرف اقرا الفرانكو بس ممكن ما اكتبش كتير. بس اللي خلى الاثنين هقول لك انا لما اجي اكتب الكي والاتش خ صح اه انا عملتها خمسه. لما اجي اكتب دبل اي عشان تتنطق عملتها اتنين. لما اجي اكتب العين انا بكلمك بجد هو واخدها من المنطلق ده. طب فين اللغه العربيه بتاعتي؟ ليه ما اعتزش بيها؟ دي اللغه الام. احنا عدينا لا ما احنا عدينا المرحله بقى. احنا عدينا المرحله. طب اعدي المرحله في تجديد ثقافه ولغه عندي ان انا ده دورنا بقى اللي بنتكلم فيه. بس ناخد صباح التفاؤل والبهجه بقى. صباح الفل يا دكتور علاء. صباح الفل على كل الناس اللي معاك حبيبي. صباح الفل عليك يا دكتور. ايه اخباركم؟ عاملين ايه كلكم؟ والله كله تمام الحمد لله. بص حصلت حاجه لذيذه دلوقتي في البرنامج اقول لك عليها. سلمى بتقول للاستاذ محمد والبرنامج ما فيش زيه فقال لها ميرسي. ايوه انا قاصد على فكره والله دكتور علاء. على فكره بقى هي اسمها ميرسي. استني بس خلينا اللي بنعرف ننطقها دكتور علاء. بس انت مركز يا دكتور علاء. انا بتكلم فرنساوي وايطاليان. انا قلت لها ميرسي وشكرا ومع السلامه يعني. هو عمل لها ميكس حلو يا دكتور. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا دكتور علاء. طب احنا عايزين ناخد رايك يا دكتور في عقده الخواجه بالنسبه للغه. لا انا مش هاخدها بمعيش. انا هتكلم في الحاجه دكتور علاء. في فقره الخواجه في الدواء. ثواني بس يا دكتور علاء بس عشان ايه المتابعين. دكتور علاء بيخش كل يوم دقيقتين يدي شويه تفاؤل ويدي شويه بهجه كده حلوين للبرنامج وبيتكلم من وجهه نظره كرابع لي. ما دكتور انا عارف انه صديق البرنامج وانا بكون مبسوطه اصلا لما فنقول يا دكتور علاء من وجهه نظره خلينا مبسوطين. والله العظيم عايز اقول لك على حاجه. انت بتدوني تفاؤل. ايه رايك بقى؟ لا والله مداخلتك اللي بتديني تفاؤل دكتور علاء. والله العظيم بجد. وعايز اشكرك على اليوتيوب. القناه بتاعتك نزلت على اليوتيوب ودي حاجه. البرنامج بتاعك نزل على اليوتيوب ودي حاجه. مبسوطني جدا امبارح. اقول لك تسلم ولا اقول لك ميرسي جدا؟ ثانك يو. قول له شكرا لك يا دكتور. تسلم ميرسي. لا شكرا لك يا دكتور. نشوة خارجة من تابلت من فيلم كرتون. وخلي بالك بس الأستاذة نشوة اللي معاك صح كده؟ نشوة. أيوه. بص نشوة من الناس اللي تسمعها بودانك. يعني أول ما تسمعها بودانك تعرف إن دي نشوة ودي نجاح. يا عيني عليك يا دكتور. مش عارف أقول لك إيه. لا بجد والله. شكرا ليك بجد يا دكتور. مش عارف أقول لك إيه. بهجة وطاقة كده يا دكتور علاء. بص أنا هاخد الموضوع بقى من جانب الدواء. حكم شغلي وحكم تخصصي وبتاع. أيوه. الروشتات بقى ان احنا لا عندنا عقدة الخواجه في المستورد. يقول لك ايه الدواء ده مستورد بيجيب نتائج احسن من الدواء المصري. تمام صح. اكتشف بقى ايه حضرتك المفاجاه؟ انك هتلاقي ان معظم الدول امريكا والبلاد العربيه بياخدوا الدواء من مصر يهربوه في بلادهم. اللي هو الماده الخام. لا الدواء. الدواء نفسه؟ لا بيتهرب من عندنا بكتير. يروح الامارات والسعوديه وامريكا ليه؟ طب هو لو الدواء ما هولوش نفس الفعاليه هيهربوه من مصر. الدواء المصري هيروح الدول دي. دي رقم واحد. طب هو ليه بيتهرب؟ لانك تكتشف ان سعر الدواء في مصر هو ارخص سعر دواء موجود على مستوى العالم كله. في العالم انا عايز اقول ايه بقى؟ ان احنا ممكن نقعد الخواجه دي ما لهاش اي اساس من الصح. ليه؟ لان انا بتخيل ان الحاجه المستورده احسن من الحاجه المصريه. احنا المصريين بنتخيل كده. صح. ده تخيل مش صحيح. مين اللي صدر لنا الفكر؟ ماشي عشان ما اخشش اكتر من وجهه النظر بتاعتك نناقشها احنا هنا. مين اللي صدر لنا الفكر ده ان الحاجه المستورده افضل من الحاجه المصري؟ لا صاحب المصلحه. صاحب خلي بالك يعني ايه صاحب المصلحه؟ ده الشغل من انواع الماركتنج. من انواع التسويق. لما يبقى عندي انا منتج وانا السوق المصري سوق مش عايز اقول لك يمكن رقم واحد كمستهلك على مستوى العالم. انا بزرع جوه الناس ان الدواء ان المستحضر ده او ايا كان او المنتج ده احسن من بلدك. مع العلم بقى انك هتلاقي مثلا سي القطن المصري مفيش قطن زيه. وتروح تكتشف حضرتك ان انت بتسافر البلاد هتلاقي صنع في مصر نمبر 1. يا راجل ده احنا بنروح السعوديه بنجيب سجاجيد الصلاه اللي جايه من مصر. يعني تخيل سجاجيد الصلاه بتسافر من هنا للسعوديه عشان احنا نشتريها من السعوديه ونرجعها تاني. كسوة الكعبة يا دكتور من هنا. كانت زمان. كانت زمان طبعا كانت زمان. بس دي هترجع للثقافة يا دكتور ان هي لما الحاجة احنا بنصدرها لبره وترجع علينا من بره فنقول لك لا ده جاي من الدولة الفلانية فلا ده اكيد احسن. فهو على فكرة هم واخدينه من هنا واخدين السورس بتاعه من هنا. معاك. انا بقول لحضرتك ايه هي القصة. احنا سوق
واحنا سوق مستهلك، ودي ثقافه السوق. فاحنا بالنسبه للدول المنتجه احنا كاستمر نمبر 1، فهو بيزرع جواكي ان الحاجه بتاعته احسن من الحاجه بتاعتك. وانا بالنسبه انا كنت شغال في شركه امريكيه لمده 17 سنه في الدواء، عارف بنعمل ايه مع ان الدواء واحد. ده انا لما بدخل صيدليه يا دكتور يقول لي الشامبو ده امريكي، ده طب خلاص المصري مش حلو، الامريكي احسن. طيب بس خليني اقول برضه حاجه دكتور علاء، اتفضل يا فندم. في بعض المنتجات اللي هي غير رسميه او غير ملهاش رقم تجاري او لها سجل او رقم صناعي، مش مسجله تبع هيئه الصناعه او هيئه التجاره ايا كان التسجيل بتاعها، هي دي السبب اللي خلتنا نكره الصناعه يعني، او نتجه الى صناعه اجنبيه، صح ولا غلط؟ لا. يعني لما يجي لي مصنع، سوري في الكلمه، تحت بير السلم يعمل لي منتج ما ويبدا يصدره لي تحت بند صنع في مصر، فبالتالي هو سيء او رديء، فبالتالي هو ده اساء للصناعه المصريه كلها. بص يا استاذ محمد، انا مش عايز اخد الاستثناء او الحاجه الليجال، الحاجه اللي مش رسميه، هي القاعده اللي ابني عليها. يعني انا النهارده معلش سوري، اللي بيعمل مصنع او اللي بيعمل اي حاجه تحت بير السلم، ده حاجه الليجال، انا ما اقدرش ابني عليها استراتيجي او خطه للبلد على حاجه بتتعمل الليجال. خلي بالك، يعني مش يعني انا ما اقدرش ابني تصوري وتخيلي على حاجه بتتعمل مش مظبوطه، ده مش صح. اشوف الاليه ازاي اظبطها. يعني انت خلي بالك، طب اقول لك على حاجه بقى، انا احنا كده، طب ما انت ساعات بتجيلك حاجات متهربه من بره، انت مش عارف السورس بتاعها ايه، مصدرها ايه بالمناسبه يعني. وفي الدواء، ورغم ان الدواء ده اهم حاجه تتعامل مع صاحب بني ادم، صح، ساعات بيجيلك حاجات السورس بتاعها انت مش عارفه جاي منين، والناس شغاله تاخد تك تك تك، شغاله. انا عايز اقول في الاخر ايه، ان عقده الخواجه دي هي عقد الخواجه فعلا. الكاستمر، احنا كاستمر للدول المنتجه، هم زرعوا جوانا ان المنتج بتاعهم احسن من المنتج بتاعنا. انا لما كنت شغال في شركه امريكيه كنت بعمل كده مع الدكاتره، بقول له الدواء بتاعنا احنا ما حصلش، ورغم ان انا عارف كويس قوي ان الدواء المصري يمكن يكون احسن. بل سيادتك، فهي تقريبا معلومه بس عشان اروح لصحتها معاك يا دكتور علاء، بتخصصك تقريبا اكتر بلد فيها الماده المركزه او الخام الطبيعي لصناعه الادويه او لصناعه معظم الحاجات موجوده في مصر. بس احنا عايزين نفهم، اصل انت خلاك تتكلم في مواضيع، ده احنا هيبقى لنا مع بعض صورات ده الموضوع. عايزين هقول لحضرتك معلومه ثانيه، تقريبا احنا اكتر بلد في العالم عندها سياحه استشفائيه او سياحه علاجيه. انا بالنسبه انا كنت عامل حلقه في التلفزيون عن السياحه العلاجيه، ومع الاسف الشديد ان 90% من الشعب المصري ما يعرفش عن ايه سياحه علاجيه، وما يعرفش امكانيات المقومات اللي عنده. ولكن بنفخر انا رايح اعمل عمليه في المانيا، انا رايح اعمل عمليه في لبنان، انا رايح اعمل عمليه ما اعرفش فين، رايح لا احنا عايزين لا لا احنا عايزين نفرق بين السياحه العلاجيه دكتور مصر. السياحه العلاجيه دي مصر، عايزين نفرق بين السياحه العلاجيه والسياحه الطبيه. السياحه العلاجيه يعني انت عندك النهارده ممكن تروح عيون موسى، العيون الكبريتيه، الواحات، الحاجات دي كلها دي حاجات طبيعيه. والاماكن دي دي احنا كمصريين ما عندناش الثقافه دي. انا عايز اقول لك، انا كنت في مره سفير تايلاند كان عازمني في فندق في وسط البلد، جاي عامل برزنتيشن عن السياحه العلاجيه عندهم. تخيل، مع العلم بان احنا بالمناسبه مصر هي رقم واحد كمقاومات السياحه العلاجيه، مقاومات دلوقتي، فرق بين المقاومات وفرق بان انت فعلا رقم واحد. احنا مقاومات رقم واحد، لما احنا مع الاسف مش عارفين نعمل ماركتنج، عمليه تسويق لهذه الميزه اللي عندنا، وتدخل لنا العمليات الجراحيه. خلينا العمليات الجراحيه هي امكانيات، فاحنا ما عندنا لا هي في الاول والاخر امكانيات، فممكن تلاقي فيها امكانيات في فرنسا بالنسبه للعمليات الجراحيه، التدخل الطبي، انما كسياحه علاجيه سياحه طبيعيه. وخلي بالك حضرتك، انا توقعاتي خلال 5-6 سنين الناس كلها هترجع للطبيعه. النهارده لو مسكت الميكروفون ونزلت الشارع تسال الناس، انت عايز تاخد دواء او مستحضر طبي عباره عن حاجه طبيعيه ولا حاجه كيميائيه؟ يقول لك لا حاجه طبيعيه. وانا بالمناسبه انا متبني هذا الموضوع، يعني انا يمكن عامل حلقه في البرنامج بتاعي، الحلقه اللي بعد الجايه، شركه عندهم 70 زيت طبيعي عالي كل الامراض اللي في الجسم. لان انا بحكم شغلي في الدواء 27 سنه في مجال الدواء، عارف يعني ايه ترجع للطبيعه. واحنا في اشد الاحتياج، وانت عندك مقومات انك ترجع للطبيعه، لان الطبيعه دي يعني ايه؟ يعني انت تزرع حاجه في الارض، تاخدها تعمل منها مستخلص ده تاخده حاجه علاجيه. احنا عندنا الجو وعندنا التربه اللي تساعد على ذلك. بقول لك، بص احنا في الاخر عندنا مقاومات يخلينا بالامانه رقم واحد في العالم. احنا عندنا مشكله جوانا، احنا عندنا حاجه مهمه جدا يا دكتور علاء،
ما فيش بلد في العالم فيها ثلاث الوان ميه، نهرين، بحرين ونيل. لا لا لا، والجو اقصى وكل بلد حاجه. في العالم يا بحرين، يا بحر ونيل او نيل فقط. بالظبط، انما احنا احنا عندك عندنا ثلاث حاجات، وكل حاجه ليها طبيعه وليها لون وليها شكل وليها ميزه. لا لا بالظبط. وعايز بس اقول على حاجه في الاخر بالمناسبه، الديكور كله ماشي مع بعضيه، يعني انت حتى لو بصيت كده للديكور بتاع البرنامج، بص انا خدتك في حته تاني خالص، بص باخدك في حته تاني بقى، حته فوليه. الديكور كله بتاع البرنامج ماشي مع معاكم وماشي مع لبسكم كمان بالمناسبه. والله على فكره، والله عايز اقول لك والله على حاجه يا صدفه، دكتور، والله صدفه. انا والله والدكتور احمد احنا دخلنا، انا دخلت البلاتو لقيته لابس فيست احمر وتيشيرت اسود، قلت له احنا والله ما متفقين، والله العظيم مش متفقين. وانا والله العظيم ما اعرف يا دكتور، ولسه متفاجئ دلوقتي، لسه مخبي بالي لما حضرتك بتقول ان الباك جراوند بتاع الباك جراوند بتاع جري، وانا لابسه لا ولا ونهايه الباك جراوند احمر عند الدكتور احمد. بالظبط. بقول لك ايه، هي نية يا دكتور علاء. اولا سلامي للدكتور احمد بمناسبه، معلش انا اسف يا دكتور احمد، صباح الفل عليك حبيبنا يا دكتور. بس ايه رايك، انفع اكون مذيع ولا لا؟ سيبك انت، بتاخد بالك من كل حاجه يا باشا، ده انت اساسي. طب نقول له ايه دكتور علاء؟ لايت تو ستوديو، منورتني نهارك زي العسل. نهارك سعيد يا دكتور، وان شاء الله يكون يومك موفق. النبي عربي بالصلاه على النبي. ثانك يو دكتور علاء، ثانك يو دكتور علاء. باللغه العربيه اي حاجه. نهارك كله يا دكتور علاء، انا راجل سعيد. نهارك سعيد يا دكتور، صباحك جمال. ونسمع حاجه كده، لازم بعد الدكتور علاء نسمع حاجه كده برضه. اكيد حاجة يعني على نفس موده كده، تدي تفاؤل. احلى بلد بلدي طبعا. لازم يكون عندنا انتماء، لازم يكون عندنا حب للوطن، لازم يكون عندنا حب للبلد. عندنا اجمل شيء في الدنيا، عندنا اجمل بلد في الدنيا، عندنا اجمل حاجه في الدنيا. ممكن يكون الجيل اللي طالع او الجيل الصغير مش واضح عنده يعني ايه كلمه انتماء. بس خلينا نرجع تاني لموضوع حلقتنا، عقده الخواجه ممكن تكون دي سبب من ضمن الاسباب اللي مخليه الجيل الصغير الجديد مش عارف اصل مصر، او مش عارف تراب مصر، او مش عارف خير مصر، او مش عارف العادات والتقاليد اللي موجوده في مصر كانت فين، لانه ما عاشهاش. هو طلع على التقليد، طلع شايف اللي بيتكلم فرانكو او بيتكلم عربي مكسر، طلع لقى اللي بيتكلم بيلبس تيشيرت بتاع المطرب الاجنبي الفلان او الممثل الفلان. طلع الدكتور عامل كده. لا والله ده مش بتاع حد خالص، استحيل. مش تقليد يعني؟ شفت حد حاطط القبضه دي؟ طيب بتاعت هالك. وشفنا برضو ناس كتيره من الجيل اللي طالع بيقلد بره، ومن ضمن الحاجات مجموعات التشجيع في الكوره زي الالتراس او الحاجات دي، حتى لما جينا نقلدهم هو شيء ايجابي كويس ان انا اروح اكون رايح اقلد فريقي او اشجع فريقي بكسر او بمجموعه، ولكن برضو بنقلدهم بره في حاجات معينه، بالرغم ان بره بيبقى المسافه ما بين خط الملعب والجماهير 2 متر، دي لو اتعملت هنا مصيبه. طبعا. خلينا طالما دخلنا في الكوره، صباح الفل يا كابتن اسلام. صباح العسل. صباح الجمال عليك. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل عليك يا نجمه استاذه نشوى طبعا، منوره والدكتور، وحلقه جميله جدا. صباح العسل. وكالعاده انا افيونت الصباح بتاعتنا خطفتها. طب نعلي الصوت شويه هنا يا شباب. يعني لسه صاحي طبعا، اول حاجه بفتح بشوف ايه الجديد، وافيونت الصباح بتاعتنا كلنا والله دايما متالق، وحلقه جميله جدا. وعجبني اول عنوان عقده الخواجه في الكوره اصلا، يعني يعتبر من ضمن برضو العقد اللي احنا نفسنا نغيرها. يعني كرويا برضو احنا بنعاني في الموضوع دوت، مع حكام اجانب، مع مدربين يجوا لك تاني حكام اجانب يا اسلام. ما هو خلي بالك. مش عايزين نعيد الحلقه تاني يا كابتن. ايه بقولك، مش عايزين نعيد الحلقه تاني. وقلتها لك في المداخله المره اللي فاتت، قلت لك انا بحب الزمالك بس انا اهلاويه، فخلينا ايه صباح الفل عليك في عقده الخواجه. لا 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 لا، هو والله انا بتكلم في المجمل. انا عارف طبعا ان انت اهلاويه جدا، وبرضه محمد اهلاوي، بس والدكتور ما اعرفش ده كان اهلاوي. انا معاك انا زملكاوي. ايه ده بجد؟ انا دي صدمه ليه بقى. اتقسمنا نصين حبيبي. على فكره والله فرحتني. يعني على فكره عايز اقول لك على حاجه، ممكن الحلقه الجايه يقول لك انا اهلاوي. ده دجال ما تعرفوش ده. استناه. لا والله يا دكتور بجد، الدكتور متالق جدا وعجبني جدا كلامه عن الموضوع. لا لا ده
حوض خواجه. اللي على فكره المشكله دي فعلا مشكله حقيقيه عندنا في مصر للاسف يعني. نفسنا احنا نغيرها شويه، لكن انا اتكلم عن مستوى الكوره محمد، الموضوع ده بنعاني منه مع المدربين. يجي مدرب مصري مع حد سواء من اهلي او زمالك يعني من كل الانديه، يجي يعملوا معاه مشكله او يحاولوا ان هو يخلقوا له اي مبرر عشان خاطر يمشي، يضغطوا عليه. المدرب الاجنبي دايما يتشاف ان هو صح في اي حاجه، حتى لو بيخطا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاختيارات الفنيه او ليه يعني اي سوابق او حاجه في مشكله معاه، لا هتتعدلوا الموقف وهيتعدلوا التجاوز اللي هو عمله دوت عشان هو اجنبي. يجي يقول لك هو فاهم وبيعمل ايه، هو عارف وبيعمل ايه، الراجل ده راجل اجنبي يا جماعه مش جاي قصدي. فاحنا مش عارفين ايه المشكله يعني. المشكله عندنا ليه دايما شايفين، هقول لك المشكله من وجهه نظري بقى، واللي يزعل يزعل يعني. بص احنا عندنا هنا دايما بتدي واحده في كرسي في الكلوب. طيب لا مش كرسي في الكلوب، مش كرسي في الكلوب. انت بتوقع في الغلط يا كابتن. هقول لك على حاجه، احنا عندنا كميه مدربين مصريين هنا غير عاديه واقوياء جدا. يعني انا من وجهه نظري اقوى حد هنا في مصر حسام حسن. اتفق معاك تمام. الحماس والروح لا هو هات له سوري في الكلمه يعني، هات له شويه لعيبه كده بيلعبوا في اي مكان في الشارع وادهم له يخش ينافس بيه، مش شرط ياخد بطوله بس هيخش ينافس. هو ميزه حسام حسن بيعمل ايه يا اسلام؟ بيعمل من تسخ شربات. ده على جانب فريق انا، على جانب فريق انا. بيقرا الفريق المنافس جدا وعارف نقط ضعفه ايه ورخم عليه ازاي. يعني طريقه لعب حسام حسن ان انا ارخم عليك وازنقك في كورنر كده ما خليكش تبقى عارف تتحرك. فبيبقى حافظ الفرقه اللي قدامي نقطه ضعفها ايه ومنين هرخم عليها وابدا ارخم فعلا لحد ما تظهر نقطه الضعف اروح خاطف ابتدي ان انا اخطف. هو ده اللي فعلا بيعمله حسام حسن. هو ده اللي بيعمله حسام حسن. طب ده ذكاء، ده ذكاء مدرب وبالتالي بيلعب بخطه. وفي ميزه تانية وهو على اللعيبه بتخاف منه. خلي بالك دي ميزه مش عيب، اللعيبه بتخاف منه جدا، بتخاف منه لدرجه ان لما احيانا بشوف في المباريات لما لعيب بيشوط كره غلط بيبص له بيقول ربنا يستر وما يشوفنيش يعني. ايوه هيحتفل حاجه في وشه وده كويس مطلوب في المدرب. تمام. عندك 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 المدرب اللي خد معاكم كاس مصر خالد جلال ومؤمن سليمان. مؤمن سليمان ده كسب الاهلي 3 وكسب الاسماعيلي 4 وكان ماشي كويس جدا. مؤمن سليمان فين؟ مؤمن سليمان فين؟ اختفى. ما هو للاسف ده اللي بقوله برضه. ما انا هعد لك اسماء. دخلنا في موضوع الكوره، عايزين نرجع لاوضه الخواجه برضه في الكوره. ما هي احنا برضه في اوضه الخواجه. ما احنا في اوضه الخواجه مقتنعين بالمدربين الاجانب. طيب خلينا بس ايه، فين الاسماء اللي احنا قلناها؟ حسام حسن تقريبا هيدرب فريق اجنبي بره تقريبا، في كلام عن منتخب السنغال. منتخب السنغال صح منتخب السنغال. طيب ومؤمن سليمان تقريبا كان بيدرب سموحه او بيدرب النجوم، كان بيدرب النجوم بالظبط. ودلوقتي يعني اتوقع ان هو هيستقيل او هيقلوه. طيب بالظبط. هقول لك المشكله فين بقى بالظبط. بعض الانديه في مصر بدون ذكر اسماء عشان ما يحس يعني ايه، برضو الجماهير حست المره اللي فاتت ان انا ممكن اكون متحمل شويه على بعض الفرق. بعض الفرق في مصر ما بيحبوش ابن النادي، بيقول لك انا اولى. من الاخر انا اللي يزعل يزعل، انا اولى. اشمعنى سين؟ طب ما انا برضو ابن النادي وانا برضو كنت بلعيب وانا كنت لعيب كبير. لا انا لعبت 200 ماتش هو لعب 100، يبقى انا احق ان انا اخد المنصب دوت. انما لو جه واحد اجنبي لا، ده الاجنبي ده بيفهم والاجنبي ده جايب السحر بتاعه. انا بالنسبه لي افضل مدير اجنبي جه مصر. انا عارف هتقول مين، فريرا. انا عارف انك هتقول لا هقول جوزيه. لا ده اتكلم على الاهلي. لا هتكلم، انا جاي لك وخلينا اكمل، انت عارف ان انا محايد. افضل مدير اجنبي انا عاصرته شفته جه في الفتره الاخيره او في ال 20 سنه كان جوزيه. يليه على طول فيريرا اللي خد مع الزمالك الدوري مظبوط والكاس والسوبر والكاس. معرفش ايه اللي حصل وراح فيريرا جيج. يليهم ثالثهم دلوقتي جروس اللي هو مدرب نادي الزمالك. كويس هو ليه بعض الهفوات بس كويس. والمدرب بتاع نادي بيراميدز ممتاز جدا بس انا ما اقدرش احكم عليه كده. دياز ده كان هيمرر النادي الاهلي. لا بس ما انا بقول لك على حاجه، ما اقدرش احكم عليه ان هو كويس ولا مش كويس. ادينا فرقه بيراميدز واخش اخد بيها كاس العالم للانديه. والله ادينا انا فرقه بيراميدز خش اخد لك كاس العالم للانديه. يعني انا بجد والله بجد سعيد جدا بالحلقه ومبسوط جدا بيها ونفسي نوجد حلول. يعني نفسي الدكتور يقول قواعد حل المشكله فينا احنا
هل المشكلة فعلا في ثقافتنا؟ احنا عندنا ايه مشكلتنا؟ هقول لك المشكلة الأساسية، لازم نبدأ الحاجات اللي كنا بنعملها زمان نبدأ نعملها تاني، والحاجات اللي بقينا نعملها ثقافتنا القديمة والحاجات اللي بدأنا نعملها وبدأت تغير من سلوكياتنا وبدأت تغير من عاداتنا وتقاليدنا ننهيها. احنا اللي بره افضل مننا، ليه احنا شايفين اللي بره افضل مننا؟ علشان بيتصدر لنا من اللي بره الشيء الجميل قوي، بيتصدر لنا من بره الفكره هو بيزرع لي فكره بس. لا حتى لا هو بيتكلم ليه بالفكرة. هو استاذ اسلام بيقول ايه؟ بيقول ليه احنا شايفين اللي بره واو؟ انت سافرت اكتر من دوله يا اسلام، لان ما بيجيليش من بره غير المنظر الشيك، المنظر الجميل، الاتيكيت الحلو، بيعرف يلمع نفسه، الطبق اللي شكله جميل، العربيه اللي شكلها شيك، الميداليه الشيك، الطقم بالظبط. ثقافتهم كمان بناخد منها حاجات على فكره مش سليمه، زي مثلا يجي يقول لك ان البنت الاجنبيه تتجوز الشاب المصري عشان اول ما بتشوفه ما اعرفش بتموت فيه وتقع فيه وهتقبل بدبله. كل الكلام على فكره مش حقيقي. انا سافرت اوروبا وعشت الكلام دوت هاري، لكن احنا للاسف عندنا دايما عايزين نقلل من البنت وعايزين نقلل من الشاب. ما اسمهاش هاري الهاري يا كابتن، اسمها كلام غير صحيح. لا 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 هقول لك بلغه انا الكلام ده كله هبد. يا نهار ابيض، لا ده كده محمد هيبوظ اللغه يا جماعه. احنا بنصح فاسك فاكس فيستك مكان في وسطنا يا باشا. ايه امشي طيب. احنا بنصلح الكلام ده كله هبد يا اسلام كده خالص بقى. او فيك عادي جدا اهو. فيك بقى كده خالص. فيك الحمد لله على السلامه. نورت الله يخليك يا كابتن. سعيد جدا مدفعت معاكم. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا كابتن حبيبي. يا كابتن اسلام جود باي. مع السلامة عليكم حبيبي. اسلام مع السلامة عليكم. هو بس عشان اسلام كوير شويه فدخلت معاه في حته الكوره وقلت الخواجه. انا بس لمست معاه في حته فعلا احنا بتصدر لنا المشهد اللي شكله حلو من بره. يقول لك شايف النظام، شايف الميدان شكله جميل ازاي، شايف المبنى متنظم ازاي، شايف طريقه اللبس عامله ازاي. انا يعني لما بخش مطعم مثلا في دوله كذا او في دوله كذا شايف السفره او السيرفيس عامل ازاي. فاحنا شايفين المنظر الحلو فقط. مع المقابل بدات تنتشر على السوشيال ميديا، على الفيسبوك والحاجات دي كلها، بعض الفيديوهات انتشر بعض الفيديوهات للصين. الصين انا لحد من فتره قريبه شايفها بلد اقتصاديا قويه. اكتشفت بعض الفيديوهات ظهرت على السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك، حاجات هم بيعملوها شاطرين فيها، بس اكتشفت في الباك جراوند او في الـ في الـ في الـ في الاماكن اللي متصور فيها الفيديوهات دي، لا ده في مناطق قحط تحت الارض. بس ناخد المناطق الشعبيه اللي عندنا انضف منها. ده بالنسبه للصين. بلاش تصف الجماهات اول الدرجات. احنا بنتكلم عن دوله نشوه. لا لا انضف منها على فكره، زي امريكا برضه. الصين الصين خلي بالك. احمد صباح الفل. يا صباح الفل عليك يا باشا. صباح الفل عليك يا غالي. صباح الجمال استاذ محمد وضيفك الكرام. تسلم يا غالي. احلى بلد، بلد الشرقيه، بلد الكرم. احلى صباح. تعرفش عنك يا باشا. تسلم يا غالي. تسلم يا غالي. تسلم يا غالي. بلدنا كلها حلوه والله. كل مصر حلوه من الشرق، من الصعيد لاسكندريه. والله حلوه من اسكندريه لاسوان. حلو ده حقيقي. الاثنين طب ما الصعيد كله اخره يعني برضو. النوبه حلوه واسوان حلوه والاقصر حلوه. على فكره في كل بلد في ميزه. يعني بص ما فيش دوله في العالم فيها في كل بلد ميزه، او في كل محافظه، او في كل منطقه لها ميزه. مصر كلها في كل منطقه لها ميزه بتميزها، ليها لكنه كمان يعني. وليها لكنه. طب قول لنا يا حاج احمد، انت شايف عقده الخواجه يعني بتضايقك في ايه لما بتيجي تتعامل مع الناس؟ يعني تقول ده عنده عقده الخواجه مش عارف يخرج منها. والله يا استاذ نشوى، حكايه عقده الخواجه دي انا ليا راي تاني خالص مختلف. معلش مع احترامي الشديد لحضراتكم كلكم يعني. اتفضل. وانتوا مقامكم عالي على دماغنا من فوق والله. على دماغي على دماغي. انا رايي عقده الخواجه دي هي احنا ممكن نستفاد من الطاقات اللي هي ايه، او من التجارب الاجنبيه ونطبقها احنا علينا كمصريين. يعني ازاي؟ انا سافرت دبي، قعدت 5 سنين وابو ظبي، وسافرت الحمد لله السعوديه، فعندي خبره من بره الحمد لله. طب لقيت اختلاف لما أيوه. رحت عشت هناك. بس الشعب العربي ده مش خواجه. لا لا ما خليني بالنسبه لهنا خواجه برضه. خليني اسالك كام سؤال كده. لقيت في حاجات مختلفه
المفروض احنا كمصريين نعملها، ولا لقيتنا زينا زيهم هناك، ولا احنا افضل؟ يا استاذ محمد، ما احترمش لحضرتك، هو الانسان هو انسان في اي مكان، لكن الظروف المحيطه بيه وهو يقدر يغيرها، ويقدر يغير من نفسه، ويقدر يعمل طاقات جديده، ويقدر بعون الله طبعا، من فضل الله. ازاي يعني؟ انا اول ما رحت دبي ما كنتش اعرف حاجه عن الانجليزي، وكنت بطق في الانجليزي دايما، تخيل والله. واخويا الكبير كان مدرس انجليزي، وكان دايما يعني يقول لي اول مش لما رحت دبي واتحطيت قدام الامر الواقع، لقيت ان 200 جنسيه قدامي واللغه الاولى هي الانجليزي، ما اقدرش اخد خطوه لما اتعلم الانجليزي، وتعلمته الحمد لله. الحمد لله، فدي حاجه الحمد لله من فضل الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه احترام الوقت. الوقت هي اللي احنا عايزينها اكتر حاجه، اللي انا يعني بحط تحتها مليون خط. لو احنا هنا معلش شويه يعني الخمس دقايق ما تفرق، ماشي ممكن نقول ما تفرقش، هناك الخمس دقايق مشكله. تمام، رغم ان الخمس دقايق ممكن يموت فيها شخص، والخمس دقايق ممكن يتولد ممكن فيها شخص، ممكن تحصل فيها حاجات كتير، لكن انا بتكلم على مثلا احترام مواعيد العمل يعني. صح. زائد ان في حاجه مهمه تاني، في حاجه مهمه يا استاذ محمد معاك، مهمه جدا. وانا نازل بالطياره على الشارقه، فلقيت ما شاء الله ترصيص البيوت والرسم الهندسي ده منمق جدا وجميل جدا. فانا كان في ابن اختي بيسالني، كان معايا على الطياره، فبيسالني بيقول لي اشمعنى عندنا كده وهنا؟ قلت له لا، في حاجه المهندس كان شاطر هناك. بس يا استاذ احمد، نعم يا فندم. معاك معاك، كمل كمل، عايز اعرف ردك. قلت له ايه؟ قلت له الامارات او اي دوله من دول الخليج اللي مبني فيها جديد دي كانت لوحه فاضيه وهو رسم عليها، انما احنا عندنا في مصر لازم هعدي من جديد وارسم من جديد، ده بيكلف كتير وده بيتعب. بس وكده. نسيت حاجه، نسيت حاجه يا استاذ احمد. لا يا باشا، ده اللي رسم عليها مصري. اكيد اكيد، اللي خطط على فكره، اللي خطط شوارع دبي هو مصري، واحنا عندنا طاقات جامده والله جدا. اللي رسم عليها مصري، بس المصري للاسف نسي ان احنا عندنا هنا عمق في التاريخ. بس هي الرسم اللي رسم عليها مصري، شوف ازاي ما ايه المانع ان انا ارسم زي ما بيحصل دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده وبعض المناطق السكنيه الجديده وبعض المناطق. جميل والله، جميل جدا. صح. دي طاقه ايجابيه جميله. التاريخ يعني. صباح الفل عليك يا استاذ احمد، واحلى صباح لاهل الشرقيه كلهم، اهل الكرم، واحلى تحيه عليك، وصباح التفاؤل والامل. انا في حاجه عايز اقولها بقى، معلش، ولا انت هتطلع هوا؟ لا مش هطلع، طب احنا هوا على فكره. لا هتطلع هوا ايه؟ انت شكلك ما نمتش من امبارح. استنى ما نمتش من امبارح. لا لا بنام، انا بنام. في ناس ثانيه، في ناس ثانيه ما بتنامش. لا انا انت شكلك عايز تسمع حاجه كده وتفوق. طيب ماشي، بس نرجع، عندي نقطه كده نتكلم فيها قبل ما نطلع. اوكي، عايز زي ما انت عايز. اللي انت عايز. لا لا انا اللي انت عايز. لا. نعمل توست ولا اسمه ايه؟ توست. يا جماعه انا ما بفهمش الكلام ده. الرفه ماشي، اتفضل. طب يا جماعه نطلع فاصل دلوقتي، ولسه مكملين معاكم من 7 ل 9 اف ام على الصحه والجمال، وما تنسوش تشاركونا على رقم المشاركه على 0133 855 96. وهنطلع نسمع ايه دلوقتي يا محمد؟ على مزاجهم. على مزاجكم. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ومستمعينا الكرام. الاغاني الوطنيه دي بتدي حس وطني كبير، بترجع الانتماء، بترجع حبنا لمصر، بتعرفنا يعني ايه مصر. خلينا نرجع لموضوع حلال العادات والتقاليد برضو، علشان خاطر مصر وانتمائنا لمصر. من الحاجات اللي من العادات والتقاليد شفناها اختلفت بسبب عقدة الخواجة تقريبا، شايفها ايه من وجهة نظرك يا دكتور؟ ده اتنسفت مش اختلفت. ده ايه الانفجار اللي شفت الكلمة اتنسفت؟ يعني ابسط حاجة، كان عندنا لمة الأسرة على ترابيزة واحدة أو على سفرة واحدة. طبلية. ما أنا مش عايز أقول طبلية علشان هيتقال إيه أنت بتتكلم عن فئة. ما هي الأساس هي اسمها لا طبلية. لا مش فئة محددة. هقول لك على حاجة، أحيانا برجع للذاكرة كده لزمان، في بعض الصفحات اسمها أهل مصر زمان. يعني بعض الصفحات على لو عنده، لو قدرت تجيبوا صور منها شباب هدول. الصور دي بشوفها كنت أتمنى أعيش في الجو ده، مش عشان حاجة، بعيدا عن الموضوع، عشان ما حدش يقول لا أنت مدخل الموضوع في حاجة كسياسة وكده، لا خالص. البلد كانت رايقة، الناس صافية وجميلة، مفيش زحمة،
لينا لبس معروف بيه، كانت الطيبة، كنا مشهورين بالتجارة تقريبا في الوقت ده. اه جدا كنا مشهورين بالتجارة، كانت جميع دول العالم بتيجي مصر هنا، ان كانت سياحة او ان كانت شغل. انت كنت رقم واحد في الكرم. اي نعم، ما زلت رقم واحد في الكرم، بس خدنا صفة الغرب شوية فما بقاش الكرم ظاهر. ودي ظهرت كمان يا دكتور كمان بين الصحاب، يعني مثلا لما نكون قاعدين مثلا على كافيه ولا حاجة وكلنا قاعدين نقلب انجليزي. لا امريكان. قالك لا الحساب ايه؟ امريكان يا جماعة. طب انا اللي عازم كلها. لا انا ماشيها امريكان، ماليش دعوة. طب ليه؟ طيب امريكان. ناخد ايمان. بنجور ايمان. بنجور. الو. بنجور، هاو ار يو؟ بنجور سونيوريتا. صباح الفل يا ايمان. صباح الفل. هي ايمان قالت انا عملت مداخله غلط ولا ايه؟ الو. سمعاني يا ايمان؟ صباح الفل عليك. صباح النور. صباح الجمال. التلفزيون. طب ممكن تقفلي يا ايمان التلفزيون وتسمعينا من التليفون علشان يعني يكون احسن بكتير؟ بليز بليز. لا برفافوري بيلا. الو. ايوه نسمعك والله يا ايمان. انت كلمتي ايطالي الوقت صح؟ الله يحفظك بقى بالصحة والسعادة. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. انا بحب البرنامج جدا. واحنا كمان بنحبك والله. ربنا يخليكي والله. الله يخليك. معاكي. عندك اي سؤال يا ايمان طيب؟ نعم. عندك اي سؤال؟ لا انا كنت بس عاوز اشكر البرنامج والله العظيم، انا بحب البرنامج جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا ايمان يا رب. صباحك زي الفل. هسالك في حته في البرنامج وهسالك في حته بقى عن موضوع الحلقه. اللي بيعجبك في البرنامج يا ايمان ايه؟ اللي بيعجبك في البرنامج؟ كل حاجه والله العظيم، كل حاجه عجبتني في البرنامج. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. الله طيب. الله يخليك. طب هسالك بقى سؤال بقى في موضوع الحلقه. اتفضل. بتقلدي الاجانب في ايه، او ايه اللي بتشوفيه في حواليكي بتقلدي الاجانب فيه؟ الاجانب؟ اه لا اكيد المصريين احلى يعني. حبيبتي احلى على وضعنا. احنا على صباح الفل عليك يا امال. نايس. لا اكيد المصريين يعني احلى، كل حاجه فيهم الطيبه وكل حاجه فيهم. جدعانه. نعم. مفيش جدعانه بره. لا جدعانه طبعا، بس اللي بره مفيش جدعانه. ابن كل البلد. واحد بحاله. مفيش ابن البلد بره. لا بس بره في ناس جدعانه. لا ابن البلد في مصر. لا للمصلحه. لا 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 لا, لا والله التعامل وقفتنا مع بعض مش هتلاقيه في اي بلد تاني. اه التعامل بره بيزنس. احنا عندنا حشريه لذيذه يعني. حشريه. اه يا دكتور مقبوله. لا مقبوله. نكمل اتصال. طيب. اه طيب نكمل اتصال. معاك يا ايمان. الو. ايوه معاك. سامعك يا ايمان. كل سنه وانت طيب. الاول من رمضان كريم. كل حاجة الجدعانة وكل حاجة. ابن البلد برضه. ابن البلد. طيب. تحيا مصر. تحيا مصر. انت خبت يا ايمان؟ ايوة انتخبت. نعم للدستور. نعم شاطرة يا ايمان. برافو عليك يا ايمان. برافو. كل سنة وانتم طيبين وعد عليكم الايام بخير. وانت بألف صحة وسعادة. على شهر مبروك الامة الاسلامية ان شاء الله. اللهم امين. ونورتين يا ايمان. ورب نكون بنقدم حاجة فعلا بتبسطك او بتستفيدي منها كل يوم. لا مبسوطه من البرنامج جدا جدا جدا. ميرسي جدا ليك وشكرا ليك ان شاء الله. اه ميرسي. انا قلت لك انا فرانكو. شكرا ليك يا ايمان. وصباح الفل عليك يا حبيبتي. صباح الفل عليك. مستنيين مداخلتك معانا تاني في الحلقات اللي جايه. بقى ليه يا جمهور؟ نرجع لطبق الجيران. طبق الجيران فاكره؟ اه بتاع زمان ده. طبق الدوار. طب انت عارف بقى طاجن اليخني؟ اه طبعا. اه اليخني هو صعيدي وعارف. طاجن اليخني. طب عارف يعني ايه كانون؟ الايه؟ كانون. ايه الكانون ده؟ شفت بقى صعيدي ازاي؟ خليني بس ما تخطفنيش كده ونروح للطبق الجيران. اه طبق الجيران ده في الاخر ما بيعرفوش هو بتاع مين اصلا. اه والله احنا اينا بنطبق ده دلوقتي يعني. عندنا بنعمل حاجه زي احياء للفولكلور كده شويه يعني. في مره من المرات اكيد عارف شارع المعز. عارف شارع المعز. المنطقه دي لوحدها الواحد لما بيدخل بيحس ان هو رجع كام سنه ورا. اه وصحيت فيه حاجات قويه جدا. فنزلنا مرة لابسين لبس بقى مش اللي هو الشعبي، لا الجلاليب وبتاع اللي هو اللي هو اللبس المصري الطبيعي العادي. لك انت جبت سيرة شارع يعني قريب لقلبي قوي. شارع المعز. كنت في اوردر تصوير انا وزميلي من 3-4 سنين كده في شارع المعز. وكان اليوم حر والمنطقة هناك ده لما تبقى حر تبقى حر بصعوبة ما فيهاش نفس. فروحت اصور اوردر التصوير ده وكنا في رمضان.
يا نهار ابيض والله. كنا في رمضان يعني زحمه و... ثلاث سنين الحر وصيامه و... وكنا في رمضان المشي في الشارع بس كده حاجه روعه. بتشوف بجد بتشوف مصر. اه والله فعلا بتشوف ال... 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 الاجانب جايين مصر يعملوا ايه. ده الشارع ده خلي بالك مميز بكده. الاثار المساجد التحف المعمارية اللي موجودة في الشارع، البياعين رصتهم للحاجة، الألوان الجميلة، الحرف اللي هي فضلت لسه موجودة، الحرف اللي لسه موجودة. انت شفت الطرابيش اللي موجودة لسه موجودة، لسه محتفظين بيها كمان. سبرتات القهوة لسه موجودة هناك. انت بتحس في ريحة كده في المكان. الميداليات الفرعونية ناخد بس عشان معاك اتصال. خلي بالك انا مش هسيب شارع المعز. ايوه ناخد رمضان. صباح الفل عليك يا رمضان ورمضان كريم. صباح الفل يا استاذ محمد. ممكن توطي التلفزيون بس يا رمضان؟ محدش يقول باليز. ها باليز ايه برباباري برباباري. منورين الدنيا والله. بنورك يا حبيبي. انت عامل ايه؟ صباح الفل وصباح جديد نوفي. صباح الروقان والجمال. جديد نوفي دي جديده دي. حلو في صباح ما بيني وما بين الجمهور كده كل يوم. طيب صباح العسل. معاك يا رمضان والله. انتم منورين الدنيا. بنورك ربنا يبارك لك. بنورك يا حبيبي. نصبح عليكم والله. صباح الجمال عليك. شكلك لسه صاحي من النوم يا رمضان. داخل يصبح. صباح الفل عليك يا رمضان. مش عايز تقول اي حاجه؟ صباح العسل. انا والله داخل اصبح عليكم بس. صباح الجمال عليك واحلى تحيه ليك واحلى تحيه لك. احلى برنامج في الدنيا. تسلم يا غالي. تسلم والله العظيم. احلى برنامج في الدنيا والله العظيم. تسلم يا غالي. ربنا يخليك وصباح الفل عليك. الدنيا كلها. بنورك يا غالي. بنورك يا غالي. والاهلي حديد. ماشي. شكرا عسل. صباحك ابيض زي الفل. انا ما اتكلمتش. نقول صباحك ابيض يا صباح الفل عليك وصباح الاحمر. صباح الاهلي وصباح الزمالك. هو يعني معانا مين يعني؟ شكرا رمضان وصباح الفل عليك وصباح الجمال عليك واحلى تحيه. خش يا باشا في شارع المعز. اكمل لك بس اللي احنا عملناه كان حاجه لذيذه قوي. ورغم كده لقينا رد فعل مش طبيعي. عملنا ايه؟ لبسنا اللبس اللي هو بتاع شعبي ده، يعني لدرجة كان في بنات معانا نازلة بملايات والشغل اللي هو القديم قوي ده والبيشة وعارف انت الجو 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 جو الخمسينات اللي هي الملاية اللف اللف والبيشة اللي هي الشبيكة دي. وعملنا شربات اللي هو الموارد فاكره اللي هو بتاع زمان ده الاحمر ووزعنا الناس. طب جبت كوبايات ايه؟ اللي هي عارف الحمراء والزرقاء والحمراء اللي هي الالومنيوم. لا الالومنيوم الالومنيوم عشان تفضل ساقعه. كان ليها فكره برضو يعني. الله. فالكوميديا ما كانتش في كده. الكوميديا واحنا بنوزع الحاجه الناس فاكره انا حاطين لهم حاجه. فكنت بشترط على اللي يروح يوزع حاجه يشرب. من دي يشرب قصاد الناس ده مبدئيا عشان يديله بس. وحتى لو شرب يقولك لا انا مش هقرف. وفي نفس الوقت لازم يخلي الشخص اللي هو بيشرب يبتسم في الاخر يعني. وابتسامه مش اللي هي يعني بيكرمه بال وخلاص. لا ده بيضحك في وشه اللي هو فعلا افتكر حاجه يعني. بنقعد نفكرهم بزمان ودردشه بسيطه جدا. صح. راحوا المحل من المحلات اللي موجوده في وسط المكان هناك وادوا الشربات. هو بدا في الاول يقول لهم ده بتاع ايه يعني ولا بمناسبه ايه ولا مش متعود. فقالوا له لا هو من غير مناسبه احنا جايين نسعد الناس مش بنعمل حاجه يعني. ده حاجه مننا كده هديه وخلاص. اتصل بالمباحث بندي للشرطه والجيش كانوا موجودين في المكان. هم في الاول رفضوا قال لك احنا ما بناخدش حاجه من حد. فقلنا لهم دي مش حاجه ودي مش ليها مقابل يعني. يا جماعه ده احنا بنوزع كده علشان بس الفرحه يعني. احنا بنصحي حاجه جوانا. احنا فرحانين معاكم يعني. رد الفعل كان ايه؟ هم قالوا له احنا عايزينك تبتسم. وخد منهم المشروب الاول وقالوا له ان احنا عايزينك تفرح او تفتكر حاجه ده. جري وراهم بالمقشة. قال لهم انتوا جايين تتكلموا في ايه ومش عارفين اللي احنا فيه. تقول لا اضحك اضحك بتاعي. هاخد حته ثانيه. انت فكرتني. بس من العادات احنا خلاص خلصنا الطبق الدوار. تمام. مع انه والله خلصنا شارع المعز. وبتراسه شارع المعز ده حاجه
عايز حلقه لوحدي. انا عايز اعمل حلقه كده شارع المعز والله. عارف لما تكون واحده من الجيران عامله لك طبق بسبوسه سخن كده ويكون لسه مبعوت لك؟ على فكره بس لسه طبق الجيران ده لسه موجود. لسه ما فطرتش. لسه ما فطرتش. لسه موجود دلوقتي. اقول لك على حاجه يا محمد، احنا عندنا جيراننا اخواتنا المسيحيين في اعيادهم بيعملوا زينا بالظبط كحك وبسكوت والكلام ده كله. احنا بقينا نعمل كحك وبسكوت يا استاذه. احنا خلاص بقينا. استنى بس انا همسك الحته دي. كحك وبسكوت لا احنا بقينا نجيب من المحلات. انا افتكر بقى من الحاجات بقى اللي استنى بس من الحاجات اللي راحت. استنى بس من الحاجات اللي راحت انا كنت افتكر والدتي السجان وشيل بقى وانزل وشيل وانزل وروح واجري وطول الليل في المخبز عشان الحاجات دي. فيديو عايز ارجع بقى اروح لحته ثانيه اهم بقى من العودي. بس احنا لسه يا محمد بنعمل ناخد المكالمه دي. صباح الفل عليك يا نصره. نصره ومنصوره صباح الفل عليكي. الو صباح الفل يا نصره. صباح الفل. صباح النور. صباح الروقان. شيخ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بألف صحة وسعادة. معلش يعني حضراتكم يعني بنتكلم باللهجة البدوية يعني. لا ده كويس. دي حبيبتي كم اتكلمي احنا فاهمينك. اتكلمي. الكلمة اللي مش هنعرفها هنسألك عنها ماشي؟ هترجمها لك. ماشي. يلا. نصرة بعد اذنك بس يعني غلقي التلفزيون وسمعينا من التليفون. لا على فكرة من البحيرة مش من ما انا حسيت انها بتتكلم مغربي مش فاهمة ليه. لا مش بتقول غلقي دي بليز. لا مانيش من المغربية يعني من لازم الحتة البدوية. بدوية. كلمينا بقى باللهجة البدوية بقى. كلمينا باللهجة البدوية يا نصر. يعني نكلمكم باللهجة البدوية اصلك ما نعرفش تتكلم اسكندراني يعني معلش. لا نسمع اللي مش هنعرفه. اقول لك على حاجه اللي مش هنعرفه هنسالك عليه عشان الناس برضو اللي بتشوفنا تتعلم. النبي عربي. يلا لا بليز يا استاذ ما عشان نقول بس لك تحب نتكلم مع البرنامج. كل سنه وانتم طيبين ويعد عليكم الايام بخير. انت بألف خير وان شاء الله يعني متقدم ان شاء الله. الله يبارك. تحياتي ليكي. كده عربي ولا بدوي؟ ايش كده بنتكلم عربي ولا بنتكلم بدوي؟ لا وبين البنين عشان بس الوصفه مش كامله. لا انا عايزك تتكلمي بدوي بجد. عايزك تتكلمي بدوي. بس ممكن نستاذنك في حاجه بس اقفلي التلفزيون واسمعينا من التليفون احسن. عايزك تتكلمي بدوي. ايوه بعيدنا عن التلفزيون. طيب كلميني بدوي بقى. قولي الكلام ده بس بالطريقه البدوي. نقول لكم اغنيه. طيب قولي لي اغنيه. حلوه قوي الاغنيه دي يا نصر. يعني بس بلغه الشباب سمعت حلوه الاغنيه. لا 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 يا بس اتحرجت شويه. صباح الفل عليك يا نصره. احلى لغه. اللغه البدوي برضو لغه عربي ليها تراثها وليها قاموسها. ما لحقناش نسمع. تتصل تاني. هي حلوه الاغنيه. ما سمعتش الاغنيه. تحياتي ليكي. وتحيات الاهل البحيره وتحيات البدو كلهم. اتمنى نكون برضو بنقدم حاجه مفيده ليكي. نخش بقى في موضوع مهم. خش يا باشا انا معاك. احنا قلدنا الغرب في حته العادات والتقاليد في الجواز وراح عند مننا الطقوس كلها بتاعه الجواز وانتهت اللي كان فيها فرحه بجد يعني. بص كنت افتكر زمان طبعا عشنا اخر الفترات اللي كان فيها دي كانت الحنة ليها طقوس معينه. حضرتها. التنجيد كان ليه طقوس معينه. الاتفاقات والفرح وكتب الكتاب كان ليه طقوس معينه. طبعا اليوم الفرح ولينا ما انا جاي لك بس ما هناخدها نقطه نقطه. انا بتكلم يوم الفرح صينيه الحنه اللي فيها الشمع ده يوم الفرح كان ليه طقوس معينه. دلوقتي اختصرنا ده كله. انا هعمل الفرح في فندق ايه وهلبس فستان ايه وهتصور فوتوسيشن ازاي. فوتوسيشن ده اهم. الويدنج داي. صباح الفل عليك يا احمد. صباح الفل يا فندم. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الجمال. معاك يا غالي. حابب اكلم حضرتك بس عن جزئيه بمناسبه عقده الخواجه. اتفضل. من فتره من الفترات كده كان في الدور الممتاز كان دايما حارس المرمى بيبقى اجنبي. كثره الحراس الاجانب في الانديه المختلفه. صح. انا فاكر كان في التسعينات. تمام. لما اتحاد الكوره بقى شفنا في 98 نادر السيد. لا كان في واقعه. كان في واقعه بس عشان نخش في الموضوع صح. تمام. كان في لاعب في النادي الاهلي هفتكر لك اسمه دلوقتي. تقريبا كان علي ماهر. تقريبا هفتكر لك اسمه.
وكان في الحارس المرمى بتاع تقريبا نادي المقاولين تقريبا برضه، عشان انا الذاكره مش متذكرها، بطل اللاعب ده كوره. تمام. فمن هنا المشكله بدات. بعد كده اكتشفنا ان ثلاث ارباع حراس المرمى بتوع الانديه المصريه اجانب. تمام. من هنا اكتشفنا ان احنا عندنا مشكله في حراسه المرمى للمنتخب. سامعني ولا مش سامعني؟ سامع حضرتك. انا بجيبها لك بالترتيب اهي، بجيبها لك بالترتيب. بعد كده خدنا قرار ممنوع يكون حارس المرمى اجنبي عشان اطلع حارس مرمى مصري قوي. تمام. انا وحضرتك بقى في الحته دي. وطلع الحضري. استاذن حضرتك. اتفضل. خدنا قرار. حضرتك قلت ايه؟ خدنا قرار. لما خدنا قرار اصبح احسن حارس مرمى في مصر. في افريقيا كلها. احسن حارس مرمى في افريقيا وبدا ليه شهره. يبقى من مصر في الوقت ده ظهر شريف اكرامي في منتخب الشباب، ظهر عصام الحضري في المنتخب الاول لما خدنا قرار. فانا من هنا ببدا من برنامج حضرتك الجميل ومن قناه الصحه والجمال اقول ان عقده الخواجه هتتفك لو ظبطنا القوانين وظبطنا التشريعات زي ما احنا ماشيين في تسلسل حلو كده. بمعنى ان النهارده اتحاد الكره لما قال ما عدتش هجيب حراس اجانب تاني في الدوري المصري، انا عايز اطلع ناشئين وعايز اطلع، اصبح عندي في منتخب مصر دلوقتي الحارس اللي بيلعب احسن هو اللي بيبقى موجود. انا عندي دلوقتي، بس عايز اقول لك على حاجه عشان اكون منصف يعني في الموضوع. انا عندي 6 حراس مرمى ولكن لسه ما وصلوش لاسم عصام الحضري. تمام. بس انا بتكلم في برنامج حضرتك، مش عايز ابعد عن البرنامج اللي هو عقده الخواجه. لما قلنا مش عايزين حراس اجانب في الدوري المصري، احنا عندنا حراس حلوين ولو لقوا تدريب كويس. لما خدنا القرار طلع عصام الحضري، كان عصام الحضري وطلع غيره. تمام. فده جزئيه خاصه بالبرنامج. بعيد بقى عن المثال اللي ضربناه دوت، انا بستاذن حضرتك من خلال برنامج حضرتك، هو في مجموعه من القوانين محتاجه ان احنا ننظر ليها بنظره متعمقه، نظره تكون من متخصصين يبداوا يبحثوا في القوانين دي. يعني على سبيل المثال النهارده انا بدات اشوف في قانون الاجراءات الجنائيه بدا يبقى فيه تعديل. ليه؟ لان عايز اقول ان الدول العربيه والتشريعات العربيه كلها تطورت وعصرت ووجبت الوقت اللي احنا فيه دوت بعقول مصريه، متخصصين قانونيين مصريين هم اللي وضعوا التشريعات بتاعه دوله الكويت على سبيل المثال، هم اللي ساهموا في تشريعات دوله الامارات وغيرها من الدول العربيه اللي بدات تنتهج النهج الحديث. فعقده الخواجه انا عايز اقول ان العقل المصري هو اللي طور في التشريعات بتاعت الدول العربية وخلاها تقول احنا لينا صوت عالي. فالنهاردة احنا عندنا مجموعة من القوانين، للأسف القوانين ديت من سنة 45. على سبيل المثال بالقانون الخاص بشؤون التموين، لو حضرتك اطلعت عليه هتلاقي القانون 95 لسنة 45، واحنا النهاردة في 2019. كل القوانين دي النهاردة احنا بنقول فيه تعديلات دستورية عشان يبقى فيه مجلس الشورى مع مجلس الشعب. اتمنى ان الجهات اللي اضفناها تطلع القوانين دي وتناقشها وتحطها على محمل من الجد، تبص لها ببصه متعمقه. لو بصينا للجزئيات دي كلها وطورنا قانون زي قانون التموين، قانون التامين الصحي، بصينا للقانون اللي هو قانون الايجارات اللي هو القانون 4 سنه 96، ولو لقينا لو رجعنا سنة ورا هنلاقي القوانين الاستثنائيه اللي هي اصبحت بتعمل مشاكل ما بين المؤجر والمستاجر، زي علاقه الزوج بالزوجه في حاله الايه، في حاله المشكلات الاسريه لما الدماغ بقى افكار. تمام. فانا من خلال برنامج حضرتك بقول ان الفكر المصري والعقل المصري يقصر يكسر عقده الخواجه لو رجعنا وبصينا للقوانين. رقم واحد وحابب حضرتك تركز عليها في حلقه النهارده، الحلقه اللي عنوانها ممتاز ممتاز ممتاز، هو مراجعه القوانين، مناقشه القوانين، احطها على طاوله التحليل، ارجع للتأصيل والتحليل والتعمق، ولازم اطلع بنتيجة. لما قلنا في بداية حواري مع حضرتك وفي بداية مكالمتي، اتحاد الكرة خد قرار اصبح احسن حارس في مصر واحسن حارس في افريقيا من عندنا. صح. وانا سعيد بمكالمتي. انا اسعد للكلام الجميل والكلام الراقي والكلام الهادف يا استاذ احمد.
تحية ليك وتحية لكلامك الراقي جدا والرائع جدا. فعلا احنا محتاجين نغير من عندنا بعض الفكر وبعض المواضيع، ونناقش بعض الفكر وبعض المواضيع علشان نوصل بحاجة مصرية أصيلة تنجحنا وما نقلتش من بره. وصلت الرسالة أستاذ أحمد، وتحياتي ليك وتحياتي إن أنت يا ريت تكمل معايا مداخلات كل يوم، أخد منك معلومة جميلة كده. وشكرا لكلامك. هو اتكلم في حتة حلوة، قال لك إحنا ممكن نكون يعني ملخص الكلام إنه ممكن نكون بنقلد اللي بره علشان ما عندناش خطة هنا. ده أنا فهمته من الكلام. فلو في خطة موجودة صح لأي شيء إحنا بنقلده بس محطوط بالطعم المصري أو بالشيء المصري، هننفذه هيبقى أحسن من الخواج. صحيح، أنا أؤيد الكلام 100%. أؤيد الكلام 100%. طيب عايز عندكم تعليق على الكلام ده عشان عايز أخش في موضوع العادات والتقاليد بتاعت الزواج. إحنا عايزين نرجع له، عايزين نرجع لنقطة العادات والتقاليد في الزواج. طيب عايزين تعلقوا على المداخلة دي. هو اتكلم في حتة تخصصية قوي، وأنا مش هكذب عليك في الكورة يعني. لا هو ما تخصص ده، هو لا عشان أنا هو ما اتكلمش في حتة تخصصية في الكورة. هو اتكلم في حتة الخواجة اللي هي اتكلم في حتة تخصصية تساوي إن إحنا داخلين لمرحلة تاريخية لازم نناقش كل شيء قبل ما نعمله علشان كل عمل له حساب. هو الاقتباس حلو مبدئيا، يعني نو كومنت عليه يعني، او لا تعليق يعني. هو لا تعليق لان كلامه جايب. انا بتكلم جدا هو، فعشان كده يعني لا تعليق على كلامه. انا وجهه نظري متفقه معاه، بس في حته انا معقل بنقلب. انا هزود حته تركيز صغيره كده بس عشان معاه مداخله. بس قول حاضر. هي سريعا، الاقتباس حلو جدا بس ملغيش القديم. ملغيش يعني انا عندي اصول افضل ثابت عليها، واخد من اللي انا شفته بره ازود على اللي عندي، مش اخد من اللي فات واشيله واحط جديد. احنا بنلغي اللي فات. هنا في حاجات هنا بنلغي اللي فات. طب خلينا ناخد صباح الفل يا حاج سيد. صباح الخير استاذ محمد. صباح الفل عليك يا ابي. الناس الحلوه اللي معاك دي اللي انت اول ما قلت الحاج سيد انا قلت ابويا. انا صباح الفل. انا والدك ابونا برضه. صباح الفل عليك يا حاج. صباح الفل عليك يا حاج. الله يخليك يا بنتي، ده انا متفائل اني شايفكم انت والدكتور كده. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. بس ايه رايك يا ابي؟ بص والله احنا انا والدكتور مش متفقين على الالوان. لا ده جميل. لا جميل بجد. هو اللي مختلفين في الاحجام. عشان كده هو بص بقى من بعيد قوي، خلي بالك. حبيبي حبيبي يا دكتور. ربنا يخليك. بقى في نقطه استاذ محمد برضه، ايه عايز اقول لك بالنسبه لعقده الخواجه. انا ممكن اطلب منك طلب يا ابي؟ قول يا حبيبي. والله قول لمحمد انا ابنك. ماشي ماشي حماده. حماده ماشي حبيبي. انا مش عايز اقول حماده عشان ما تطلعش كله يقول حماده. لا قول حماده وقول براحتك. قول يا واد يا محمد كمان. حبيبي بص يا حبيبي، بالنسبه لعقده الخواجه معاك، انت عارف ان في ناس بتاخد الحاجات السيئه بس من الناس من الاوروبيين او الناس الاجانب. تمام. لكن خد بقى موقف فعلي اللي انا مريت بيه. انت عارف انا اشتغلت مع اليابانيين اكتر من 15 سنة. الناس دي ناس يعني انقصها الدين بس، لكن هم ناس احترام للوقت، احترام للعنصر البشري، تقدير لكل شيء، العمل، اخلاقياتهم عالية. اتعلمت منهم انا كشخص راجل اهو بقالي 35 سنة كنت في المجال معهم، اتعلمت منهم يعني حاجات بقت كل الجروب اللي معايا بيشرب منهم. أخدناش الحاجة السيئة يعني، أخدنا الحاجة المنظمة، العلم، الدراسة. الأجنتة دي ما تسيبش يعني جيبه خالص. الأجنت كل كلمة هو عايز يدفها، كل شيء عايز يعرفه. بالتالي أنت ده راجل خبير صح. جاي بيوريني شغل. فبالتالي يعني الواحد استفاد منهم بقى. الناس الاجيال اللي جايه بعد منهم واللي انا دربتهم والناس اللي بعد مني بداوا يشوفوا فيا الحاجه اللي هم انا اتعلمتها غير هم يعني. ايوه بدات الاخلاق تعلى، بدات الناس تبقى فاهمه يعني ايه الوقت، فاهم يعني ايه مثلا احترم الراجل اللي جنب زميلي، احترم مكان شغلي، وقتي امتى باخد البريك بتاعي امتى. دي عادات وتقاليد هم اصلا يعني مش جايين يعني هي مزروعه فيهم. هي مزروعه فيهم يا حاج. هي مزروعه فيهم يا حاج. هي مزروعه فيهم
هي مزروعه فين؟ والحمد لله احنا كده اخذنا منهم الشيء الكويس اللي بدات اجيال تمشي بيه بعد منه، ما خدناش شيء سيء. حلو. ان هم يعني انا بقول لك دول الناس دي كان ينقصهم الدين فقط. كان هم تدين بلا دين. هم تدين بلا دين. اهو دي حاجه زي دي احنا استفدنا منها. صح. فالواحد بيناشد يا ريت كل الناس تستفيد بالحاجات الايجابيه. الايجابيه فقط. الحاجات السلبيه، المقطع والمش عارف ايه، الحاجات اللي طالعه اليومين دول. صح. اللي ايه؟ بيقللوا من 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 الشكل والاناقه والشياكه، بيبصوا للغرب في حاجه يعني وحشه. صح. معايا؟ صح. صح. نقول لكم صباح الفل. صباح الفل عليك يا ابي. صباح الفل عليك يا حاج. صباح الفل. انا سعيد ومبسوط ان انا اتكلمت معاكم. صباح الفل عليك يا ابي، وربنا يخليك، واحلى احلى احلى اب في الدنيا، ربنا يخليك وربنا يحفظك لينا دايما. وتحياتي لكل اهل اسكندريه وكل الاسره كلهم. واسمعك حاجه، دي هديه مني ليك يا حجيك. سمعنا تامر. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ومستمعينا، ولسه مكملين معاكم عقده الخواجه. احلى مكالمه كانت من الحاج سيد من اسكندريه، وكانت قبلها برضو المداخله بتاعت الاستاذ احمد اللي ادانا كلام قوي وكلام تقيل جدا استفدت منه. ويا ريت كل يوم استاذ احمد. طبعا حاج سيد مستني مكالمتك معاه كل يوم، اهل الخبره. وما زلنا في اسكندريه برضو. صباح الفل يا هشام. يا هشام. نفس الاغنيه. نفس الاغنيه. بس بقى شطب. احنا لازم نحفظها. شطب. ما انا مداخله. صباح الفل يا ام جنى. صباح النور يا محمد. صباح الفل عليكي. ايه الصباح الجميل والمواعيد مواضيع جميله واغاني اجمل. هي قالت مواضيع مش والله العظيم انت اجمل يا ام جنى. ربنا يخليك. الله يخليك يا ام جنى. صباح الفل عليك يا ام جنى. انا مش سامعه حاجه. صباح الفل عليك. سامعه. تسمعنا انا. تسمعنا انا. تسمعنا انا بالنية. صباح الفل. تسمعنا انا بالنية. الفونس بالنية مثلا. بونجور عليكم. صباح الفل عليك يا ام جنى. ام جنى. مجنة. لا بلاش الاغنية والنبي. كده هيبقى ثلاث اغاني في الحلقة. صباح الفل عليك يا ام جنى. تسمعني بالنية. تديني بداية. طب نغير الموضوع ازاي؟ عشان كده بيقول بتسمعني بالنية عشان كده سكت. ام جنى راحت ولا ايه يا شباب؟ لا ده ايه ما شباب معانا. طيب انتوا مروح. ده بتعمل حلقة مخصوص ليها. صباح الفل يا ام جنى، واحلى تحية عليكي مرات الغاليه طبعا. طبعا ربنا يخليها لك يا رب. هي جبت لها فلوس رمضان ولا لا؟ هي اللي تقول. هي اللي تقول. لا انت ما تقوليش يا ام جنى طبعا. هو يجيب لك الناس. ايوه ماشي. ما انا بقول لها على هو بيتفرج على البرنامج دلوقتي، تجيب لها فانوس واحلى فانوس طبعا. هترد وتقول اكيد هتتزل. نخش بقى فانوس يعني. نخش في بس كله ثقه. كله ثقه ما شاء الله. شكلك جبت بدري الفانوس يعني. ايوه من اول حصي على قلب مجالي حتى فانوس يعني. خلينا عايزين نتكلم بس. ايه معانا احمد. صباح الفل يا احمد. صباح الفل يا فندم. ازيك يا حماده بيه؟ الله يخليك يا غالي. معاك يا راجل. ازي حضرتك؟ الله يسلمك، ربنا يخليك. صباح الفل عليك الاول. نقطه مهمه. ايه؟ اتكلم نقطه بسيطه قوي. انا من السنبلاوند اهلي. انت ايه؟ ايه من السنبلاوند اهليه. من السنبلاوند. اجدع ناس. اجدع ناس اهل الدقهليه كلهم. انا بس بتكلم على نقطه في التقاليد اللي هي اندثرت. ماشي. الحاجات القديمه اللي كانت في الريف. حتى هقول لك على حاجه دينيه مستقيمه. قول لي بقى، قول لي بقى ايه اللي راح. انا هسجل وراك على فكره يا احمد. قول لي. احنا كنا عندنا في الاحتفالات الدينيه الاحتفال بالنصف من شعبان. ماشي. كنا نروح كده واحنا صغيرين، نروح المسجد نقرا سوره ياسين ثلاث مرات وسوره الملك ثلاث مرات. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. معاك سامعك. سامعك. وبعد ما نطلع كنا صغيرين كده نلاقي الناس الكبار مننا عاملين اطباق رز بلبن كده وموزعينها قدام المسجد. دي كانت عاده كويسه جدا. دي كانت عاده يعني عندكم دايما. دايما. تمام. كانت عاده دايما يعني تصحى الصبح كده تلاقي واحد بيخبط على بيتك يديك شاي. انت فلاح طبعا بلبن. ولا مش مفلاح؟ انا اتكلم بفلاح يعني. لا شوية. لا انا والدي فلاح الله يرحمه. حاجه اسمها شاليت لبن كده. شاي بلبن. شاي بلبن الصبحيه. شاي بلبن. شليت لبن يعني اللبن ده. لا مش شاي بلبن، بيقول لك شيت لبن. طبعا فخار كده وتحط فيه شليت لبن. شاريه. شريه لبن. شاريه. شاريه. طب اسبلها كده يا حاج احمد. اسبلها ايه؟ شريه لبن صح؟ لا بيسب
بيعرفوها يعني هنا كده عندكم بيسموها طبق، طبق كده من اللي هو الفخار الصيف ده، احنا كنا بنعمله بقى فخار كده عندنا من غير شويه لبن. شويه لبن شويه، نقول خلوهم شويه لبن، شويه لبن ماشي. كان كل يوم الصبحيه تلاقي واحد جارك مديك، يعني مثلا الاسبوع مثلا في 7 ايام هو يبقى ياخد بيته واللي بيته 6 ويوزع، يوزع يوم. وبعدين احنا عندنا، انا فهمتك. بص خليك معايا، اشرح لهم الموضوع. خليك معايا ما تقلقش، ما ينفعنيش انا شويه اللبن، عايز بقر انا اتصرف. هو بيبقى في الارياف واحد عنده المواشي اللي هي بتنتج لبن، هو عاملها لانتاج اللبن، فهو بيبيع الست ايام او بياخد الست ايام، هو عارف هو يعمل بيهم جبن او رزقه يعني. وبيخلي اليوم السابع للجيران، صح كده؟ اليوم السابع اللي هو 7 يوم في الاسبوع، مش المسابع برمال عشان الناس ما تفهمش. صح كده ماشي معاك. تعالى بقى للشباب بقى الايام دي، الشباب الايام دي بقى، الشباب اللي احنا اللي بياخد الوحش من الاعلام ويسيب الحلو، ياخد الوحش من الاوروبيين ويسيب الحلو، ياخد التقاليد الحلقات الغريبة والشعر الطويل والحاجات البنطلونات اللي بتلبس بصابونه ديت، مش عارف اسمها ستريتش، ستريتش ليجن بقى، ليجن وستريتش. لا انا بتكلم، احنا معاك طبعا، معاك يا حاج احمد. وفي فعلا ناس كتير والمقطعه والبناطيل اللي مش موجوده والبنطلون احترام، في بنطلون حماده مش عارف اقوله على الهوا، يعني انت عارفه ايوه اللي بيبقى واقع لحد النص ده. احمد اوعى تقول الاغنيه يا احمد والنبي. احمد طب اتعلق كم سنه يا احمد؟ استنى بس بندعي من ربنا ان ربنا يسترها على مصر يا رب يا رب يا رب. وانا سعيد جدا اني كلمتكم والله، والله العظيم انا سعيد جدا، انا سعيد جدا. وانا من ضمن، انا دايما بميل للعادات القديمه والعادات والتقاليد القديمه والاصول القديمه اللي انا حضرت فيها شويه صغيرين. بس عايز قلت كلمتين بنقيمه شويه كده بمناسبه الفرح، اللي هو مناسبه الفرح اللي هو الافراح بتاعتنا. صح، كنا زمان العزال كان يمشي كده في قيمه مثلا 30 عربيه. العزال ولا اسمه الشوار بقى يا عم احمد؟ الشوار. وكتب الكتاب يبقى بعد صلاه العصر في المسجد مثلا، او بعد صلاه الجمعه يوم الجمعه، او بعد صلاه الجمعه. بس هو كان دايما كله جمعه. في حاجه بقى انتوا ما شفتوهاش بقى، معلش. ماشي عايز اسمع. كنا بنعمل الشربات اللي هو الاحمر ده، شربات والله قلنا عليه، والله قلنا عليه. لا لا شفنا احنا عواجيزي حاجه، والشفشق او الابي الاحمر ده، وكان بيتعمل الشربات الاحمر ده في طبق كبير كده، والناس بقى توزع بقى شربات، مش بقى بيبسي ولا كانزي ولا حاجات من اللي هي. لا لا وكان طعمه حلو، اللي هو بيقولوا عليه باللوز ده، الملبس ده. لا لا ولا اقول لك على حاجه في موضوع الشربات ده، كان في بعض المناطق لما يحبوا يجودوا يعني كانوا بيجيبوا موز ويقطعوه فيه. لا موز ده موز يبقى ناس غنايه بقى حماده. لا 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 كانوا بيوزعوا ملبس كده وحاجات. بص أحمد جميله كمان، اللي في البندر، اللي في البندر هم اللي كانوا بيعملوا كده، اللي في البندر. اهل البندر. يعني طب تعرف في حاجه اسمها الصباحيه؟ طبعا الفطير، فطير بس. لا فطير مين؟ استنى بس، فطير مين؟ لا الصباحيه دي بتبقى حاجه بقى كده، حلويات. حلويات بتبقى بقى عباره عن ايه؟ انا بسكوت. هو يقول لك اهو، استنى يقول لك اهو، انا اقول لك يجيب مثلا شوار رز كامل ابيض، شوار رز اللي هو تومين شهر ده السبوع. انا حضرته كان ده السبوع. لا 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 ده مش السبوع، هو اللي بيتكلم فيه صح. وعلبتين ده تومين شهر. انت عارف يا استاذ محمد، لو حد ممكن تتكلف لها قول مثلا 5000 7000 جنيه. صح. لا كانت الحاجات دي غالي. ويرجع بقى كل يوم، بص بقى انا اقول للقبله للدكتور بعد ما حضرتك، القبله والدكتور، الام العروسه تبعت لها كل يوم طبيخها لوحدها. تاني بس عشان الحته دي، امها كانت بتبعت لها كل يوم طبيخها لوحدها. طب استنى بس، انا حضرتها لمده اسبوع. انا حضرتها لمده انتوا فقراء بقى، الناس اللي بتبعت لمده شهر. تبعت كامله ليها بط وحمام، بط وحمام. العادات دي لسه موجوده عندكم؟ لسه موجوده والله. لسه موجوده. نيجي بقى يتجوز من عندك. انا متجوز يا جدعان، انا متجوز والله. دكتور احمد هيتجوز من عندكم يا حاج احمد؟ اجي انا واسمح محمد. انا متجوز. هو متجوز، هتلبسه ليه في الحيط؟ جوز يا عم. وانا فاكرك اتجوز من عندكم برضه. انت كده تغرى منك. طب ما انا ام الله يرحمها، ما هي يعني حماته، يعني حماتي هتبقى امي، فهي اللي تجيب لي بقى. طب استنى، طب في الحاله دي ايه الموضوع يا استاذ احمد؟ بالظبط.
موضوع. والدتها متوفية، مين اللي هيعمل لها؟ مش المفروض حماتي بقى هي اللي تجيب لنا؟ حماتها؟ بص بقى، اختها الكبيرة. ما عنديش اخوات بنات، انا البنت الوحيدة اللي بص هي لوحدها. هي جاية لوحدها، جاية بطولها. كده لوحدها بيتبعت لها اكلها صاحي، يعني الطيور صاحية. وهي تذبح وانت تعاملي بقى وتعيش، او تتنظف، او تتذبح وتتنظف وتحط في الثلاجة. احجز لها، احجز لها، احجز لها حد من عندك يعني، تتكيس، كل حاجة تتكيس وتحط في الثلاجة بقى، تطبخ براحتها بقى. احنا نروح ناكل. هو انا هتجوز عشان اطبخ وانظف واكل؟ استنى استنى بقى، انت جيت في حته مهمه، بس عشان ايه؟ كانت داخله على طمع وربنا رزقها ايه برد كويس. قصف جابها. بس خلاص غيرت رايي يا حاج. اللي مطلوب منها عندكم في البحيره الزوجه تعمل ايه بقى؟ اسمعي بس، عشان وانت رايحه كده تبقى عارفه ايه اللي هيحصل. الزوجه عندكم في البحيره بتعمل ايه يا استاذ احمد؟ انا في الدقهليه. في الدقهليه، عفوا معلش، في الدقهليه. الزوجة عندكم بتعمل ايه؟ الزوجة الحالية ولا الزوجة بتاع زمان؟ لا بتاع زمان، بتاع زمان. ما هي عايزة بتاع زمان؟ لا انا عايزة يعني هتعمل بتاع زمان؟ ايوه بتاع زمان. بتصحى الفجر؟ ايوه بتصحى الفجر. تمام ماشي، انا بصحى الفجر على فكرة. مش تقلب الجاموسة. مش بتيجي من 7 لـ9. كمل كمل ده قبل الحلقه تكمل. كمل. والله كمل، انا عايزه اكمل، انا عايزه اكمل يعني بغض النظر عن الجاموسه كمل. وبعد كده تجهز الفطار وتصحي الحاج. ده حلو جدا. أيوه. انا موافقه لحد كده، بس ابعد الجاموسه على جنب. ماشي كمل. سوري سوري بالجاموس. سوري. طيب. ولا سوري بعد كده. غير سوري. سوري يا حاج، انت قلتها خلاص. ده دي اهم نقطه. تجهز الفطار ويفطر. عينيا طبعا، ده طبيعي، ده حقه عليا. ماشي. وبعد الفطار ياخد حقته ويتكل على الله، يروح شغله. ماشي. ويصح الاولاد، تروح يروح مثلا كان في مدارس، كان في اي حاجه، وترجع تحلب الجاموسه تاني. تنظف البيت وتجهز الاكل. كل دي واجبات زوجيه عاديه جدا، مطالب من الزوجه انها تعملها لزوجها. يرجع من شغله تلاقي طيب ماشي. هروح تخبزي لسه الوقت. هنفترض ان هي ست بقى، يعني ممكن جدا تكون تروح مثلا مع الحقل او الغيط تساعده في شغل الغيط. لا مش بتروح تتفسح. ولا بتروح تعمل ايه؟ بتحش. لا بتروح تعمل ايه في الارض؟ عشان مفكره بتروح مع الارض يتفسح، هيقعد تحت الشجره. لا ممكن تروح الارض، هي تقعد على راس الارض يا محمد بيه. تقعد على راس الارض وتجيب الغداء وخلاص، ما تعملش حاجه طالما هي. اهو بروح اتفسح. ايه ولو في محصول يا عم احمد؟ ايوه في زوجه بتساعد، في زوجه بتساعد. لو في محصول الزوجة بتساعد جدا، بتساعد في كل حاجة. طيب كان فيها خير، كان فيها خير الايام دي. ايه؟ والله العظيم انت كلامك زي العسل يا احمد. بقى استناني بقى، الزوجة عندكم دلوقتي بقى بتعمل ايه؟ وما تسمعوش نشوة. حاليا بقى؟ اقول لك بقى الزوجة المودرن اللي حاليا. افصل مودرن. الزوجة الخواجة. استنى، الزوجة الخواجة عندكم دلوقتي. افصل على بتاعة البندر. صباح الخير. انا الفطار عندك في الثلاجة. لا لا خليني بقول لك ايه، ما تصحنيش بدري عشان قاعد طول النهار انت عمال ليت، ما اقدرش، مش فاضي لك والله. طب حد يجهز لي فطار ولا حاجه؟ ما انت فطار عندك، انا بصحى بفطر. انت تروح فطاري اروح الشغل وارجع على الاقل لسه نايم. يا عم احمد، ده احنا افتكرنا احنا الغذاء عندنا اللي بقى ضعيف. ده كمان كده المصدر. اقسم بالله يا دكتور، هو ده اللي حصل. ايوه الغذاء راح فين؟ طيب يا احمد، ما انت عندكم عقده الخواجه برضه. اقول لك على حاجه، يسحب يجي من الشغل ولا تقدر تقول له محمد ده، تقول له وانت جاي من السمبل، لو انت جاي هات لي كيلو سمك وشويه. يعني انت اللي بتجيب الاكل وتعمل الغدا. شفت بقى، انا قلت لك انا موافقه على كل حاجه على القديم، بس ما عدا الجاموس. طيب هسألك سؤال بجد والله، هسألك سؤال بجد. زمان ولا دلوقتي؟ زمان. زمان زمان كان في خير. شفت قالها لك ازاي؟ وكان في حب. الكلمه فيها شجن. والله احمد اقول لك على حاجه، وكان في اخلاق. هقول لك كانت اهم ميزه في زمان ايه؟ ما كناش بنبص على بعض. الله ينور عليك. كان كل واحد راضي باللي في ايده الثاني، لان كل واحد مكفي الثاني. صح صح. يعني ولو يعني حتى مش مكفي بيتي والله. كل واحد ما يبص للثاني ليه؟ لان الثاني بيديه. طب انا اقول لك حاجه محمد، والله العظيم اقول لك حاجه حصلت ليا وانا طفل صغير. انا جاي من المدرسه، فبقول لامي انا عايز اكل، فقالت روح لخالتك ام احمد في رحنا. ربنا يحفظها يا ام احمد. قامت مديني حته جبنه قريش وحتتين سمنه زبده. تمام. وكانت بتخبز، قامت مديني لقمتين عيش، قالت اتغدى عشان انت مامتك لسه ما طبختش.
خالته ام احمد دي هي مش خالته لزم، دي خالته اللي هي جارتهم اصلا. جارتهم صح. الو سامعك. ايوه دي الجاره. دي الجاره شوف كان العيش كان طالع سخن بقى. كان الخير طالع سخن من الفرن كده كان الخير بيوزع والله العظيم يعني كان وكان يعني عايز اقول لك على حاجه احمد قبل ما اقفل معاك. كان زمان حتى لو انت بيتك محتاج او مش متيسر ما كانش حد بياخد باله، كان في تعفف. طب انا اقول لك على حاجه يا محمد بيه، انت عارف في الوفاه، سمعني سمعك. في حاله الوفاه انت تعرف ان لما يحصل حاله وفاه البلد كلها تعمل اكل وتبعته، تعمل اكل وتبعته للميت. صح الميت صح الوضيمة. لو اكل الوضيمة. ايه اكل واكل ايه اكل اكل بقول لك كتير جدا. اكل كل ما بالك حاجه اسمها بص. حاجه اسمها صينيه، يعمل صينيه ويبعتها يبعتها للميت. صح صح. انا ليه قريب من ديكيرنس على فكره. احنا والله والله عشان كده وحضرت بعض العادات والتقاليد دي هناك. لا هو بس بص احمد والله صباح جدا. الموضوع جميل جدا والله العظيم. صباح البهجه اللي انت عملتها في البرنامج، وصباح البهجه اللي انت عملتها للمشاهدين. من اجمل المداخلات اللي دخلت لي في البرنامج يا احمد. صباح الفل عليك، وكلمني تاني وثالث ورابع، نورتني. صباح العسل. صباح الفل عليك يا احمد. من اجمل المداخلات اللي قوي يعني. انت عشان فرحت بموضوع الجاموسه. لا 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 عجبتك الجاموسه. هي دي اللي زعلتك. انا نسيت اساله سؤال والله، كم سنه؟ ده شكله مثلا 40ات. هو عاش شويه في جو قديم وعاش دلوقتي في جو حديث قريب مني يعني مش دي. بس فعلا انا 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 بس عايز اخاطب مين اولع فيه. حاضر. ده صوتي. انا اسمع. رجعنا دائما لما بنجري الذاكره بنفتكر حاجات جميله. خليني بس الموضوع اللي عايز اتكلم فيه فعلا، كل ما اقول عوده الخواجه عوده الخواجه الجواز النيش. طب سيبك من النيش لازم. والله سيبك من النيش، خلينا ناخدها حته حته. طيب الجواز زمان حتى لما كنت قريت فاتحه او خطوبه او الكلام ده كله كان ليه طقوس، كان هيصه وفرح ومعروف انه فلان خطف فلانه وفرحه جميله والدنيا جميله وشيله رايحه وشيله جايه ودي هديه العروسه ودي ليه لبس العروسه بخ ما بقاش موجود. هي هجيب لها هديه ايه؟ دبله او محبس او الكلام، خلص الموضوع. تيجي بعد كده مثلا اتفقتوا طول بقى فتره الخطوبه، بقى اسمع بقى طول فتره الخطوبه. خلي بالك انا بتكلم على مناطق انا حافظها بعينها اللي بتختلف من 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 مكان لمكان. طول فتره الخطوبه مواسم العريس بيجيب ايه للعروسه؟ المواسم. رمضان معرفش بيجيب ايه، شعبان بيجيب ايه، اول رجب بيجيب ايه. فطول السنه خلي بالك الحاجات دي بتعمل تقارب وألفة كويسه، يعني بتخلي في علاقه ما بين اهل الزوج واهل الزوجه كويسه، لان كل فتره بيروحوا بيضحكوا وبيهزروا وبيتكلموا داخلين بالهديه. خلي بالك الحاجات دي كلها بتترد بعد الجواز. طبعا. جاي اكمل. تمام. بتيجي بعد كده في اتفقنا على الفرح، كاتب الكتاب. كاتب الكتاب ده بقى ليه طقوس ثانيه. بيتحدد اليوم، بيكون بعد صلاه الجمعه مثلا او بعد صلاه العصر في المسجد. العربيات بتبقى واقفه في الـ في الـ في المكان اللي هيتجفي الشوار او العزال ايا كان بيتقال فين. عربيات، اسطول من العربيات موجود عشان تنقل الناس اللي هي المعازيم، وعشان تنقل الناس كمان كان غير ويتنقل من بيت الـ العروسه. يتنقل من بيت العروسه كده كده العريس جاب حاجته حطها في شقته اللي هتجوز فيها، لان دائما بتبقى يا اما جنب منه يا اما في مكان ما. هو خلاص شطب الشقه وحط فيها الحاجات اللي مطلوبه منه اللي مش محتاجه تتشط بقى. بياخد الحاجات اللي عند بيت العروسه، بيودوا خلاص كتبوا الكتاب وزفه وليله وهيصه وفرحه لحد البيت اللي هيعيش فيه العريس. هنا العريس بيكون محضر غدا زي غدا الحين دابح، مجهز ليله، مجهز مواضيع. كل المعازيم اللي جايه دي كلها لازم تاخد الواجب بتاعها، تقعد تتغدى والكلام ده كله. تيجي بعد كده بعد كتب الكتاب بيتحدد الحنه. الحنه بتبقى ليلتين، ليله عند هي في ليله واحده، ممكن تبقى في ليله واحده او ممكن تبقى ليله عند العروسه وليله عند العريس، او ممكن الاثنين يتحددوا مع بعض. ليله العروسه لها طقوس وعادات وتقاليد وحنه ورسم والكلام ده كله، واصحابها كلهم واهلها كلهم بيجوا لها عندها.
الصينيه والشمع والصينيه والشمع والحنه والرسم والحاجات دي وبدات تتطور شويه. خلي بالك بداوا يعملوا بعض بعض الرسومات وبعض الحاجات والحفلات اللي موجوده في الشارع عند العروسه. العريس لازم يكون دابح عامل ليله كبيره جدا عازم كل المنطقه مش عازم قرايبه او مش عازم اصحابه لا ده كل المنطقه وكل البلد لازم تكون موجوده صح. على فكره في ناس كمان يا محمد بيعملوا الافراح بتاعتهم دي 3 ايام متواصله. طيب ناخد ام نهى واكمل. صباح الفل يا ام نهى. صباح النور يا استاذ محمد. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. الله يخليكي. صباح الفل عليك. صباح الضيوف اللي معايا. الله يخليك. صباح الفل عليك. معاك يا ام نهى. برنامج شايف برنامج حلو قوي وموضوع الاسره والزواج ده احنا عندنا بقى في الشرقيه الافراح دي استناها اسبوع بحاله. لسه كنت بقول. طب استنى العادات اللي انا بحكيها دي موجوده حتى الان؟ لا دلوقتي اتغيرت بس اللي الناس بتاع زمان برضه بيحاولوا يعملوه. الناس بتاع زمان اتغيرت كتير مش زي الاول. طيب ما تحكي لنا كده طقوس الفرح عندكم يا منى. احنا عندنا بقى الفرح يعني انا جوزت بنتي الاول العريس بقى هو اللي بيجيب هدايا ويجيب مواسم احنا بقى بنودي لما تيجي تتجوز نودي ايوه بتترد تاني الحاجات دي بس بشكل تاني اكتر بقى احنا بنفتح بيت العريس ده خير كله يعني الجواز الاسبوع الاولاني ده كل يوم بنودي بقى بس عمها يودي عمتها تودي انا ودي كلنا بنشترك في اسبوع الفرح الاولاني ده كل يوم اكل شكل تمام من فاكهه يعني العيله بقى الحلوه هم كل يوم عم اللي يودي خال لمده يعني قد ايه بقى لمده يودوا لها شكل الفتره قد ايه اسبوع ولا شهر ولا قد ايه ولا 15 يوم تبع بقى حاله النفر اسبوع شهر كل واحد وحالته كل واحد وحالته تمام مش يعني بتبقى طلت بتملى البيت خير طيب. اهل العروس اسالك بقى انت مع المواسم بقى يعني المواسم. رجب شعبان ورمضان دون الكعك والبسكوت والحاجات دي تمام حتى كنا الجيران في رمضان ده نقعد مع بعض الكعك والبسكوت ده مش نعمله بره والحاجات دي نعملها في البيت ونشيل العيال السجاد كده نودي الفرن كانت لها بهجه وحاجات حلوه ايه تهزمينا تمام معاك يا منو ايوه معاك طيب اليوم الصباحيه بقى عندنا دي الفطير فطير فطير بقى صواني كده بتتعمل بس انا مش وديت بقى البنت فطير انا وديت لها كنافه وهريسه والحاجات دي جاهزه ولا انت اللي عاملاها يا ام نهى؟ مش بقى لها كتير يعني استني بس اقفش عليكي حته يا ام نهى جاهزه اكيد جايبه الكنافه جاهزه ولا عاملاها؟ لا كنت الفرن اللي عاملها لي عاملها لك انت مخصوص هريسه والحاجات دي تحايلنا على الموضوع بس احنا عشان مش في ارياف قوي يعني لا الارياف قوي بقى يودوا صواني فطير على كل يجي 50 فطيره 100 فطيره كده قشطه قشطه طيب بتروح رحت الريف قبل كده منوها؟ لا احنا نفطر انا جزء من الريف ثواني انا رحت الريف حضرنا يعني عندهم عادات حلوه ولما بيكون حتى في الافراح دي ده لهم اسبوع الاكل والجيران يتلموا حوالين بعض كده يطبخوا معاهم يساعدوهم يودوا لمدة اسبوع ويودوا الميت برضك لما حد بيموت اهل الميت ده ما بيطبخوش خالص يبننا نودي ايوه لمدة اسبوع برضه كل الجيران والقرايب يودوا كل الجيران والقرايب يودوا حتى انا لما جاري يبقى عنده حاجه انا بعمل كده لان مستقل يعني بالارياف صح صباح الفل عليك يا ام نهى واحلى تحيه لاهل الشرقيه واهل الكرم كلهم وكل سنه وانت طيبه يا ام نهى صباح الفل عليك كل سنه بص كله بيقول لك العادات والتقاليد جميله خلينا اكمل انا عايز اكمل بس موضوع الجاي وصلنا لحد فين هو انتوا جبتوا سيره الاكل بالظبط استناني بس كتير طب وقالت لك 15 فطيره انا على فكره منوها من اجمل المداخلات اللي بتجي صديقه البرنامج بتسجل كل الله. يوم كل يوم بتكلم كل يوم بتكلمني والله طب خلاص كل يوم فطيره بقى طيب خلينا كمل وصلنا جاي من الشرقيه وصلنا للحنه خلصنا الحنه عزم كل المنطقه بتيجي في الفرح ايا كان المكان بقى ان كان في نادي او ان كان في في في, في شارع او ان كان في بيت العروسه او ان كان في بيت العريس حسب ما متفق عليه مش هتفرق الموضوع بس الطقوس اللي قبل دي كانت بتتعمل وبعد كده بتخش يوم الفرح ده اكل العريس بقى رايح صواني كده رايحه من بيت العروسه لبيت العريس بيبقى متبايد من بالليل كمان لا لا في اللي هو العشاء بتاعهم
بنتبعد عليه من الليل بيكونوا لا هم عارفين هيعملوا ايه بس لا يعني بيبقى طازه بتروح العروسه طازه معمول هم بيسخنوه بس في الفرن كده بيتسخن ده الله لا ده بيبقى حمام وبط وحاجات كده حمام وبط وحاجات حاجات فظيعه انتوا ليه تعبين اعصابنا كده احنا ناخد مش عارف الشرقيه احنا بنتشف الشرقيه حلوه قوي يا جدعان ام علا صباح الفل صباح الفل يا حماده صباح الفل عليك اهو حاج سيد بيقولوا لي يا حماده اهو حاج سيد كل سنه وانت طيب وانت بالف صحه وسعاده استاذ صباح الفل على الكف اللي معاك ده وعلى الجميل اللي قاعده و تسلمي لي يا رب بتعكسني الله يخليك بتعكسني بقول لك يا حضرتك احنا هنا من الشرقيه وابو الكرم كله انتوا اهل الكرم الشرقيه اهل الكرم معروف عنها كده طبعا الشرقيه اهل الكرم طبعا انتوا من اول جاب يا ام علا اصلا انتوا اهلا وسهلا اتفضل تعالى اتغدى يعني الحال لا 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 لا, لا كانوا قرى مع قطر ايوه هو مشهورين بيه الشهيره صح يا ام علا عزم القطر طبعا طبعا اهل الكرم معاك يا ام علا ربنا يبارك لك يا رب اللي احنا بقى جوزت 3 بنات و ما شاء الله وربنا يخلي وديت صباحيه ووديت سابع ووديت ثالث و الصباحيه كان فيها ايه بقى يعني اللي انت ايه وديتيه يعني سابع ويعني ايه ثالث الصباحيه بقى فيها فطير وفيها الحب بنودي ارتبين حب 4 شكاير شكرتين رز وشكرتين غله و ما شاء الله وفطير وفاكهه لا اهل لتحت لمثلا بنتي في شقتها بنودي لها وصدان الهريسه والكنافه والجلاش وكده صح ما شاء الله طيب ويوم ويوم الدخله ده بنودي ده غير الموضوع الصباحيه ولا السابع والثالث طب انتوا ما بتكملوش استنى بس عايز اسمع ليش هو تدي فرصه ادي فرصه عايزين نسمع ادي فرصه يا معاك انا ده عاجبني ده ليه ما كملوش باقي السنه طيب طب استني بس معاك مودية 15 دكر بط ومودية فاكهه ومودية ماليه بيت البيت فوق تحت عامله اهو طيب انت يعني ويوم ويوم الثالث بقى 10 عريس 10 عريس والثالث 10 عريس 6 كرة بط 8 كرة بط وديتهم انا عايز اسالك سؤال بقى وطبيخ طبعا كم صينيتين اكل لحمه ورز ومكرونه واحد خلاص هنج وكده يعني خلاص يا ام علا ام علا اسالك سؤال بجد عايز اسالك سؤال استنى بس ده في حاجه مهمه اعصابي تعبت ام علا انا وعلى فكره انا منسى من ذكرنس بقى على فكره عشان سمعتك بتقول ان انا قريبه من ذكرنس ليا زوج اختي من ذكرنس واحسن ناس واطيب ناس انا منزله من ذكرنس بقى خطبه لابني من هناك يا طب احنا طلعنا لا ده انا هجوز اختي من عندكم بنسميها ايه بقى ولاد عم ولاد عم طلعنا ولاد عم صباح اسالك بقى سؤال يا ام علا قبل صباح الفل عليك اسالك سؤال صباح الفل عليك الله يخليك اسالك سؤال البرنامج بتاعك زي العسل ربنا يسلمك عايز اسالك سؤال بقى وتجاوبيني نعم الهدايا بقى اللي بتروح مع العروسه لقرايب العريس كنتوا بتودوا ايه لقرايب العريس بنودي مثلا ممكن نجيب لاخواته كل واحد عبايه بنجيب لوالدته مثلا برضو عباية شيك كده حلوة وعبايات شيك يعني غاليين مش اي حاجة تمام واخوات الولاد ندود ان كل واحد فوطة كده بقى ايوه ده بجد الكلام اشمعنى الفوطة معلش ده سؤال بجد والله هي اصلا ما تعرفش مقاسه مثلا في تيشيرت او ما تعرفش لا ما جابوا عبايات ليه وبعدين هقول لك على حاجة ممكن شوز ممكن اي حاجة لا لا اكتر حاجة لا لا ما فيش شوز ما نعرفش مقاسهم ايه صباح الفل عليك يا ام علا واحلى تحيه صباح الفل يا حبيبي صباح الفل على برنامجك يا رب يديك الصحه الله يخليك الله يخليك كل سنه وانتم طيبين وانت بالف صحه وسعاده كل سنه وانتم طيبه يا جميل كل انت طيبه يا روح قلبي يا عيون الجميل كل سنه وانتم طيبه يا رب دايما البرنامج ده كل سنه وانتم طيبه ورمضان كريم عليك يا رب وعلى كل اسرتك وعلى الشرقيه كلهم عندي كور لا بس الناس يا دوبك بس لمسنا انا اشك على فكره ان المكالمه دي تبع نصر مش عارفه ليه انا حاسه ده احساس ده لا والله هو مش عارف يعاكس في الحقيقه لا والله نهدى بقى نهدى بقى نهدى بس عايزين نكمل سمعونا حاجه يا شباب طب نهدى سمعونا اعلى تحيه عليك يا ام علا واحلى احلى ناس الشرقيه سمعونا حاجه يا شباب مش عارف
يلا حطينا عواد على الشارع. ماشي يا تامر، ماشي يا تامر، يعني بتضحرك واجري رمان بقى والحاجات بتاعه زمان دي و... ده في الكلور شعب يعني في الكلور. اه استاذة فاطمة عيد كانت طبعا نلم بقى، نلم الحلقه، نلم الحلقه علشان كده نحاول. احنا بدانا بعضه الخواجه وقلنا ليه احنا كنا بنقلد، ولما رجعنا بالذاكره بعض العادات والتقاليد ان كانت اللغه او ان كانت الناس افتكرت فعلا ان في عادات عندنا وحاجات عندنا جميله جدا افتقدناها. دخلنا بالاخص في العادات والتقاليد اللي هي بتاعه الجواز في المناطق الشعبيه او في المناطق الريفيه او حتى لو كانت في مناطق راقيه بس واخده التراث المصري القديم. الناس فكرتنا بحاجات جميله جدا 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 جدا، احنا من جوانا ضحكنا بقلب او ابتسمنا بقلب او فرحنا بقلب، وتلاقينا التفاعل من الجمهور بالشكل ده. اتمنى نكون بس قدرنا نرجع للناس بذاكره قديمه، نرجع لنا الروح، الروح القديمه الحلوه. وعلشان كده بالكلام احنا سرحنا مع الموضوع عشنا الضحكه اللي مش معاها. فيك دي عارف طالعه من القلب. انا اول ما سمعت الاغنيه ضحكت ضحك سنين رجعتني لسنين ورا. علشان كده حلقه بكره مع الاستاذ طارق عبد الجابر وزميلي حازم الملط عنوانها هيكون كالآتي: عايزنا نرجع زي زمان. قول لي الزمان يرجع زي زمان. تعال نعمل زي زمان. حلو. تعال نعمل زي زمان. هي العلاج الصحيح ده، العلاج الصحيح الموضوع. عايزنا نرجع زي زمان ومود زمان وجو زمان. تعال نعمل شغل زمان. طيب نخش بقى على مفاجأة البرنامج في نهايتنا النهاردة، بما أني بيشرفني الدكتور أحمد هاني خبير العلاقات الأسرية والإنسانية ويعتبر المسؤول عن بيتنا بالمصري، بيتنا بالعربي، بالعربي بالمصري. وأنا بعيد بقى إيه نفس الفكرة دي. بيتنا يعني بالعربي، لما تدخل من الباب هتحس أن أنت في مكان كأنك في شارع منوعز. الله. طيب بنعلن عن اول انطلاق اول دوره تدريبيه لمذيعين برنامج من 7 لـ 9. يا ريت اللي نفسه يتواصل معنا يتواصل على الارقام اللي موجوده: 011-520-20-916، 010-934-968، 010-10-254-168. في مركز بيتنا بالعربي الدكتور احمد هاني هيكون مسؤول عن التدريب ومسؤول ان هو يطلع لي او يجيب لي هنا مذيعين جداد ومذيعات جديده، علشان انا من ضمن اللي بحبه في شغل يعني ان انا اطلع ناس جديده للنور. اكيد في وسط الناس دي حد عنده موهبه، حد عنده حاجه جديده مش موجوده او ما قابلتنيش قبل كده، فدايما الجديد بلاقي فيه شيء جديد اقدر اقدمه. واسيب بس الدكتور احمد هاني يتكلم شويه عن الدوره التدريبيه دي ويتكلم ازاي هيتم التواصل وازاي هنبدا ندرب، وبعد كده ارجع لنشوه نتكلم شويه عن البرنامج. طيب اتفضل يا دكتور. الفكره بكل بساطه ان احنا الناس دي هتمارس اكتر من 90% تدريب عملي، لان هناك في استوديو طبعا حاجه مبسطه على قد المكان اللي هناك، ولكن مجهزه ان هو كتصوير وهيقعد قصاد كاميرا وهيجرب المايك والتدريبات اللي هي العامه، بحيث ان هو يقدر يواجه الكاميرا بكل جرأه. يعني حتى اللي ما عندوش خبره خالص هيبقى يقعد قصاد الكاميرا بكامل جرأته. يعني احنا بنزرع معاه افكار تانية. مستهدف في مناطق معينه ولا من كل انحاء الجمهوريه؟ من كل انحاء الجمهوريه. نورنا. كم دوره في الشهر؟ كم محاضرة في الشهر؟ هي تبقى كل يوم جمعة. كل يوم جمعة. حتى هنبدأ من أول شهر رمضان. من أول شهر رمضان. هنفضل مستمرين. الفطار على مين؟ الإيه؟ الفطار على مين؟ الفطار ده الفطار ده أساسي. إحنا لسه بنتكلم على العادات. الفطار على مين؟ طيب بس عشان كل واحد جاي يجيب فطار. من العادات والتقاليد. لا طبعاً، لا والله. عايزين نعرف يا دكتور أحمد إيه هي مميزات الدورة دي اللي هياخدها مثلاً المتدرب، غير ان هو يعني حضرتك اللي هيطلع من عندك من الاكاديمية او بعد الدورة اللي هياخدها دي الكفء هيكون معنا هنا في البرنامج؟ تمام. هما اول 4 هيبقوا مميزين في الكورس كله. طبعا هنبقى عاملين زي برزنتيشن في الاخر كده نقدر نقيم منه الناس اللي هي تميزت. مش معنى كده ان الناس اللي ما تميزتش مش هيجي لها الفرصة. لا، احنا ممكن نعمل معها حاجة تانية كمان ألز، ان الدورة اللي وراها على طول هندخلهم تاني يتدربوا تاني. يعني ده هقدمه انا من عندي فور فري، بس ان هو يقدر يمارس ده تاني لعل ان هو برضو يقدر يوصل للدرجه دي. هنتيح له الفرصه ان هو يحضر مره واتنين. اكتر من كده بقى يبقى هو اللي ما عندوش رغبه ان هو يوصل. لكن انا اروح اختار. صح، انا اروح اختار يا باشا، هيبقى كله قصادك وهتنقي. في تحكيم كمان لازم. احنا المكان مجهز فيه في ستيج
يعني هو هشغله بكذا منطق وكذا اسلوب وبكذا اتجاه. يعني انا بشتغل مسرح من 2000، فعندنا خبره في السايكولوجي في حته ان انا اقدر اعالج الخوف والقلق والتوتر، وان هو ازاي يزرع ثقته بنفسه بشكل قوي جدا ويتكلم بكامل الجرأه اهم عنده بعد كده العمل العملي والتدريب. هو هياخدها عملي، هيتدرب وهيجرب عملي وهيتدرب نظري، وبعد كده هنروح هعمل بعض التستات. الاقوى 4 انا هجيبهم معايا هنا، هيكونوا موجودين معانا هنا في البرنامج. انطلاقه ليهم يعني. طيب بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق وبعيد تاني الارقام بيتنا بالعربي، وانطلاق اول دوره تدريبيه لتدريب مذيعين لبرنامج من 7 لـ 9 اللي احنا فيه ده. اتواصلوا على الارقام اللي موجوده. خلينا الارقام عشان انت بتقول صفر يا محمد، هي اسمها زيرو صفر. لسه بنتكلم على اللغه. صفر 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 11 5 اسنان زيرو كده الحلقه هتفوق. طيب اتواصلوا معنا على الارقام فعلا الموجودة على الشاشة 011-5-2-0-2-0-9-1-6 او قلت زيرو اهو زيرو ماشي 0-100-3-0-9-4-9-6-8 قلت صفر تمام و 0-10-10-2-5-4-1-6-8 ومستنيين ان تتواصلوا مع الدكتور احمد هاني وتاخدوا كل التفاصيل. معنا بس مداخلة اخيرة قبل ما اختم. صباح الفل. صباح الفل يا استاذ محمد، وصباح الفل على الدكتور احمد هاني، وصباح الفل على الجميله استاذة نشوى. ربنا يخليك. ربنا يخليك. صباح العسل. حلو من اوله يعني لما بنشوفكم يعني. الواحد مش عارف بصراحه. انت مداخلتك جميله واليوم بيبقى جميل لما بتعمل مداخله يا استاذنا. لا فعلا بصراحه برنامج جميل جدا يا استاذ محمد، ويعني يعني في حاجه كويسه جدا. اسالك سؤال، انا عارفه هو مين. ايوه انا عارفه نصر. أيوة. صح انا شاكك في ما بين من صوت. ازيك يا نصر؟ نصر ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتجوزت ولا لسه؟ اتجوزت ولا لسه؟ لا الحمد لله متجوز الحمد لله، ويعني ناوي على حاجه ثانيه ان شاء الله. هنعمل موضوع على الزوجة مش أجنبية. لا مش أجنبية، مصرية طبعا. مصرية مش أجنبية. راجل بشجع الصناعة المصرية يعني. خلاص ما تقولش أول حرف عشان هو ما عندوش عقدة الخواجة. لا أنا ما عنديش عقدة الخواجة بصراحة. اوعى تقول أول حرف. لا مش هيقول. طيب بص يا نصر، بص أنا هعمل حلقة مخصوص عن الزواج التاني. الله. الزواج التاني. تمام. أنت بتشاور عليا ليه طيب؟ لا اسمعني بس، ما شاورش عشان بس الزواج التاني. أيوه. مش يعني إيه ممكن أتجوز واحدة تانية؟ او ممكن اتجوز او 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 الست تكون مثلا مطلقه اتجوزت مره ثانيه، او ممكن انا اكون ما حصلش نصيب في زواج اول فاتجوزت زواج ثاني. ايا كان الزواج الثاني صحيح هعمل حلقه مخصوص. الزواج هجيبك معايا يا نصر. حلال شرعا في كل الحالات. ده شرف ليا يا استاذ محمد والله يعني بتكون يوم الاثنين يعني احب اليوم الاثنين ده بصراحه يعني. الله يخليك من اول نورتنا يا نصر. وقت الحلقه واحنا خدنا من وقت برنامج ثاني يعني. نورتني يا نصر واحلى تحيه عليك. شكرا لك يا استاذ نصر وكل سنه وانت طيب. كلمه اخيره بقى. طيب خلينا ناخد الكلمه الاخيره من الدكتور احمد. ناخد الكلمه الاخيره من الدكتور احمد وبعد كده أصولنا عاملة زي جذور الشجرة، لو اتقلعت ما بقاش ليها لازمة الشجرة كلها وماتت يعني. فاحنا لو اتنصلنا من الأصل بتاعنا مش هنعرف نعود له مرة تانية. فاحنا لو كعرب بشكل خاص وكمصريين بشكل أكتر خصوصية ركزنا على حياتنا هنرجع أقوى الأمم تاني، وبنبقى بشكل يغلب الغرب بكل المقاييس. احنا في كل العالم لينا دور ولينا بصمة، وأدائنا أعلى بكتير من أي حد في الدنيا. فلو فوقنا لنفسنا بس وأدركنا قوتنا عاملة إزاي هنبقى ناس مختلفة خالص. شكرا لك دكتور. كلمة أخيرة. عايز أقول لازم نعتز بثقافتنا بعاداتنا وتقاليدنا، ما ننساش أصولنا أجدادنا. اللغة العربية يا جماعة، اللغة العربية بتاعتنا هي الأصول، هي الأصل بتاعنا. ما نقولش لا ده استحداث للغة العربية، او ان احنا كده بنتمدن، او ان احنا عندنا لازم نواكب العصر. طب واكب العصر في الحاجة الصح مش في الحاجة الغلط يعني. في اللغة، في شكلك، في لبسك، في اسلوب حياتك، في معاملتك مع الناس، اعتز بثقافتك المصرية العربية الاصيلة. شكرا.
شكرا نشوى. انا بس احب اقول زي ما قلت من شويه، عايزنا نرجع زي زمان، تعالى نعمل زي زمان. عوده الخواجه كانت موجوده. انا بالنسبه لي ما بحبش عوده الخواجه قوي، بس ممكن اجربها في حاجات ايجابيه معينه. بس انا بحب الطبع المصري، بحب الشيء المصري، بحب الاكل المصري، بحب اللون المصري، بحب السياحه المصريه، بحب كل شيء مصري موجود في مصر، كل حاجه جميله. ممكن ينقصنا بعض الاشياء ممكن ناخدها من عوده الخواجه، بس تكون ايجابيه زي ما قالت السيد او قال اكتر المكالمات والمداخلات في شيء ايجابي بره، عشان هم منظمين او مرتبين او عارفين كل شيء بيروح فين وبيتعمل ازاي وامتى الوقت المناسب ليه. احنا ممكن نكون مفتقدين دي شويه، لو ركزنا ليها مش هنحتاج لعقده الخواجه خالص. بالدليل ان احنا لما راح من عندنا واحد مصري راح للخواجات، بقى هو عقده المصري مش عقده الخواجه. والمثل على ده محمد صلاح، اخر المصريين اللي موجودين بره في انجلترا، عامل حاله عامل طفره. يبقى المشكله مش في عقده الخواجه، المشكله فينا مش عارفين نوظف اللي عندنا صح، علشان فعلا احنا عندنا كل خير. نورتوني النهارده نشوى، بنورك يا محمد، وانا بشكرك بجد على موضوع الحلقه النهارده، وخليتنا نتكلم فعلا في كل حاجه وغيرنا المود، ودكتور احمد كمان شرفنا النهارده. نورتيني يا نشوى زميلتي نشوى العجوز، تابعتونا من 7 ل 9. نورتيني يا دكتور احمد زميلي، وهتبقى زميل كل يوم اثنين. ده انا اللي ليا الشرف والله بوجودي معاكم في برنامج جميل وبيوصل رساله حتى لو بطريقه خفيفه شويه. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، استنينا كل يوم من 7 ل 9 كل يوم كل يوم كل يوم، موضوع جديد، موضوع مختلف، ابتسامه جميله، اغنيه جميله. استنونا، الى اللقاء.